أشدهر لك أشدهر لك لقاء يومي مع المستمعين لمناقشة كل المواضيع دون طبعات. كلمة لكم أشدهر لك كل صباح من 9 حتى 11، من 2 حتى الجمعة عبر أمواج أرامل. أشدهر لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، صباحكم سعيد ويوم موفق بمشيئة الله. نواصل فقرات وحلقات برنامجكم أجدر ليك، نصل اليوم للحلقة الثالثة في الأسبوع الثالث، الأربعاء 13 شتنبر 2017. وطبعا الأربعاء كنعرفوا اليوم خاص، يوم اللي كتكون معنا فيه الأستاذة رحاب، أستاذة ديال الكوتش في التنمية أو كوتش في التنمية الذاتية. أقول أرحبوا باسمكم بضيفتنا ونقول لها صباح الخير لله. صباح الخير سي شاطر، صباح الخير مستمعينا الكرام، ترحب بك جنة، شكرا بزاف. انا دائما كنكون سعيده انني كنكون معكم وكنقضي هذا الوقت بيناتكم. اذا احنا سعداء كذلك اننا تكوني معنا كل الاربعاء، لانه عندنا مجموعه من المواضيع اللي غادي نناقشوها طيله هذا الموسم، وهذا الموسم اللي خصت له الاستاذه رحاب مجموعه من المواضيع اللي كتهم الاسره، اللي كتهم العائلات، اللي كتهم الزوج، اللي كتهم الزوجة، اللي كتهم الوليدات، كل هذا باش نعيشوا زوينين، نعيشوا زوينين ونعيشوا فرحة البال ونعيشوا في سلام وسي. يعني هي الحياة، قبل ما ندخلوا بطبيعة الحال الموضوع ديالنا ديال اليوم، هي الحياة كلها جميلة إذا كان فيها شيء طاش مثلا كصفحة بيضاء، يعني احنا اللي كان قدروا نديروا فيها هذك اللي طاش ونقدروا ما نديروهمش. بيان سور، هي شو هي الحياه؟ ماشي لينير، ماشي غدا نيشان، يعني كاين دي او كاين الفوق وكاين تحت، مره كنكونوا مزيانين مره عيانين، مره عندنا مشاكل، مره مراضين، مره وهي غدا. كاين الناس شنو كيجلسوا في القنص ديالهم وكيبقاو يسولامونت، علاش انا، علاش انا ما عنديش الزهر، وشنو درت في حياتي، و الوغ لي ميم بيرسون عندهم نفس المشاكل. واحد غادي يجلس في القنص ديالو هو كيدوز هاد الافكار السيئه، واحد كيتحرك، واحد كيقول لا عندي مشاكل داكشي غنشمر على دراعي وغادي نوض ندير داكشي اللي خصو يدار. اي دونك هادي هي لا ديفيرونس بين الناس، هي النظره ديالك للحياه، يعني كيفاش كيفاش كتواجهها وكيفاش كتعامل معها. ومن خلال يعني هاد المواضيع اللي غادي نتكلموا عليها هي كتمشي في هاد الاتجاه، يعني اننا بغينا ان شاء الله بحول الله في ختام هاد الموسم نكونوا على الاقل وصلنا لواحد الهدف اللي احنا رسمناه لهاد المواضيع كلها، اننا نعيشوا حياه جميله. وها كيفاش نعيشوا؟ اكيد اون فيت انا اللي كيهمني في هادشي كامل هو التغيير. انا كنعرف بان التغيير شي حاجه هي صعيبه بزاف. انا الاختصاص ديالي الاول، يعني الدبلوم ديالي الاولاني كان في التغيير، كيفاش اننا نامنيو لي جون اننا نغيروهم في شركات دابور، ومن بعد درت الكوتشينغ. يعني حياتي كامله دايره على هاد التغيير، وهاد التغيير كما قلت لك هو صعيب. بعض المرات الناس غير كتقول له غدا تبدل هادي ولا هادي، كيخاف وكيقول لك لا وشنو عندك وهذا. كاين تغيير بوزيتيف، يعني ايجابي. الا انت اليوم كتشوف راسك في واحد لا سيتوياسيون اللي كدور اون رون، كدور في حلقه مفرغه، يعني ما عندكش نتيجه، وهذا علاش غتبقى تدور فيها؟ يعني تقدر تخرج من واحد الباب، سي فري سي تري ديفيسيل، لان كتخاف شنو غادي يوقع. ولا يخرج بوحدو ولا كيخصو شي مساعده؟ كي سا ديبون، كي على حسب الشخصيات وعلى حسب لا كونسيونس وعلى حسب بزاف الحاجات. لا بون نوفيل هو انه يقدر يخرج بوحدو الى سماع مثلا الحلقات ديالنا، الى مشى شاف في انترنت، الى قرا الكتبه. يعني الا كان كيهتم بهذه المواضيع راه يقدر يخرج راسو بيدو. ولكن الا ما قدرش، كاينين اخصائيين، يعني كاينين لي كوتش، كاين بزاف ديال الاخصائيين اللي يقدروا يساعدوا الناس باش انهم يبدلوا. حيت ملي كيكون الواحد في وسط واحد المعمعه كيكون انكابابل دو بروند دو ريكول باش يرجع للور ويقول شنو نقدر ندير، شنو هذا. دونك
واحد واحد الانسان من لبرا يقدر يساعده باش انه يشوف بوضوح ديك لا سيتوياسيون اللي كيعيشها. اذا مع المستمعين والمستمعات اللي يتبعوا معنا كل الاربعاء ان شاء الله بحول الله في مثل هذا الوقت، مع طبعا الاعاده ليلا للحلقه كل اربعاء كتعود الحلقه بالليل، اذا اللي فاتوا الحلقه في الصباح يمكن يسمعها بالليل، اي اننا نحاولوا نوصلوا لاكبر شريحه من المستمعين والمستمعات. غير شي واحد التعقيب صغير، بغيت غير نقول للناس ما تبقاوش مع راسكم، لان كاينين بزاف ديال الناس كيجبروا من الله بان ديك المشاكل ديالهم راه حتى شي واحد ما كيعيش فيها. ثقوا بيا، راه المشاكل ديالكم بزاف ديال الناس وحدين اخرين كيعيشوهم، بزاف ديال الناس وحدين اخرين في لا ميم سيتوياسيون. دونك الواحد ما يبقاش في لو كوكون ديالو، ما يبقاش جالس غير مع راسو وكيقول شنو هذا الشيء هذا وهذا. خرجوا هضروا، بيان سور انا ما كنقولش سر بالريح وقول اي واحد هذا، لان كاين ناس زوين وكاين خايب، ولكن غادي تاخذوا الناس اللي ثقه ولا بروفيسيونال داكشي باش تهضروا على المشكل. هذا مشكل، وحنا يعني اكيد ان كاينه حلقه خاصه في هذا الموضوع هذا وغادي نتعمقوا فيه. هو هذيك الانسان ملي كيكون وكثرت عليه المشاكل على ما كيمشي يحكي، كيمشي يحكي لشي واحد حتى هو عنده مشاكل. فوالا اكزاكتومون، يعني هو هذاك اللي حكيتي ليه هو ما خرجش راسه من المشاكل وانت كتمشي تعاود تزيد. وفعود ما يدفعوه للقدام، ولا ما يدفعوه للقدام هو بالعكس كيرجعوا اللور. اولا مثلا بزاف الناس كتلقاهم عندهم دي بروجي في حياتهم باغيين يديروا بروجيات وداكشي، على من غيمشيو يعاودوها لشي واحد يقولوا وانت صاحبي ما لقيتي ما دير وسير تسكر راسك وجلس ترونكيل، ولا يعني هذا لو جون دو ديسكور اللي فعود ما يمشي عند واحد اللي يقول له وي سي تري بيان فازي، وكاع واخا يقول لك وانا خايف عندك ما وقاوي لما صدق شنو المشكل. المهم هو انك درتي الاكسبيرون، درتي تجربة وتعلمتي شي حاجة في الطريق، هذا هو المهم. اذا غادي نمشيو للفاصل ثم نرجعوا. اذا حاولنا اننا نقربوا المستمعين والمستمعات من الهدف لهذه الحلقات كلها اللي غادي تكون نتمنوا ان شاء الله بحول الله بعد الصحة والعافية اننا نتمكنوا من تمريرها كاملة إلى غاية نهاية الموسم بمشيئة الله. نتمنى أنكم تكونوا معنا دائما في الاستماع. نرجعوا بعد الفاصل باش نبدأ الحلقة ديال اليوم. كوتش في التنمية الذاتية. أرجعنا للعمل، أرجعوا الوليدات للمدرسة، هنا بدأت المشاكل وبدأت الإشكاليات وبدينا كنتشكاو من دابا. هل اللي عيا؟ هل اللي ما بقاش كينعس؟ هل اللي ما شبعش نعاس؟ هل اللي تقهر؟ باقي ما وصلناش حتى نص سنة ونقولوا بأننا بدينا كنشكيو. كيبدا الإنسان كيدخل في متاهات أو في ديبريسيون من دابا، كثرت الاسترس اللي كيعيش فيها كل يوم. فيق الصباح وجد الحويج، وجد الفطور، فيق الاولاد، اغسل ليهم، بدل ليهم، وجد ليهم، ارى الكارتابل، ارى هادي، وجد الماكله، اعطي الماكله للراجل اللي يخرج يمشي في حاله، او للراجل ربما هو اللي كيدير هاد الشيء هذا وخصو يوجد المدام حتى هي باش تخرج تمشي لان هو ما خدامش. وكيبدا الصداع في هذاك الصباح، كتسمع كل شيء كيغوت، كيدق الدراري كيدقوا على خوتهم خرجوا من الحمام خصو يدخل الحمام، الاخر خصو هز الشيته ديال السنان تلف ديالو هز ديال خوه، لا ماشي ديال كثير ديال هادي. كتسمع الجري في الدار، كتسمع الصداع، ارى وصلهم المدرسه، ارى جري من هنا، يلا الخدمه، دخل الخدمه عيان مهلوك، كتبدا تشكى على الناس بأنك قهرتي في هذا الصباح، الساعات ديال العمل كيدوزو يعني بواحد المشقة، عاود كتخرج كتجري كتمشي تهز هاد الولد من هاد المدرسة، تمشي تهز الولد الآخر من المدرسة الأخرى، تمشي تهز البنيتة من لاكخيش، دخلهم، رمي الحوايج، زرب، وجد لهم ما ياكلوا ديال الماكلة ديال الخمسة ونص ديال العشية، وجد العشاء، عطيهم يتعشاو، أرسل لهم، دير لهم الدوفوار، نديهم ينعسوا، تلاح نعس، ستة الصباح، فيق، عود الفيلم من جديد. كل شيء كيضحك
وكل شي كيبكي، وقت كتضحك ووقت كتبكي، شي عايش زوين في حياته وشي عايش تعيس في حياته. استاذ رحاب، قررنا اليوم زوين هاد لا بريزونطاسيون ديال قررنا اليوم اننا نعيشوا هاد الجو هذا. كاين 24 ساعة نحيدوا منها 8 السوع ديال النعاس، الا حنا نعسنا 8 السوع كتبقى لنا 16 ساعة. واش ممكن في 16 ساعة ان الانسان يسير الحياة ديالو؟ والحلقة ديالنا اليوم هي غتمشي في هذا الاتجاه هذا، كيفاش نعيش بخير وفرحة الله وما يكونش هاد لي ستريس وما تكونش هاد الروينة نايضة، ونفرق السويعات ديال اليوم ديالي كيف بغيت انا اللي كنجيري، انا اللي كنعرف كيفاش نسير الامور ديالي. واش ممكن بعدا؟ ممكن، غادي نعرفوا اليوم دابا. غادي نعرفوا اليوم. اذا كيفاش شفتي معايا هاد الحاله اللي كيعيشوها بعض الاسر؟ حنا غنتكلموا على واحد الاسره اخرى اللي تكلمنا عليها السيمانه اللي فاتت، وقلتي لي الله يعطينا قلبهم، قلت لك ما عندنا ما نديروا به. تبقى شاده عليا دابا، ما عندنا ما نديروا به. شاده عليا الله. حنا غنتكلموا على هذيك الاسره ونشوفوها كيفاش كتعيش حتى هي. نعيشوا مع هذه الاسره هذه اللي هي مستريسيه وحالتها ما كيجيش نص العام ديال المدرسه، وكتلقى بعض الوالدين اما الاب اما الام، لان بعض المرات كيكون الاب هو اللي هز هذا الهم هذا. ربما ما كتكونش عنده المراه ولا ماتت ولا، وكيكون هو اللي محمل كل شيء هاد المتاعب. فالاغلبيه اننا كنعرفوا ان السيدات هما اللي كيعيشوا هاد الحالات. اكيد انا دابا بعض المرات دابا حنايا الله في سبتمبر، يعني الله دخلنا من الله بدينا، وكنسول الناس هو كي دازت العطله ديالكم، كيقول لي هو العطله بعيده، يعني بالنسبه له راه هو عاد دخل ولا عاد دخلت. دابا كيتمنى العطله الاخرى تجي. خلاص كيتمنى العطله الاخرى تجي. علاش؟ لان عندنا هاد الكميه ديال الستريس على ظهرنا من الصباح، فحال اللي قلتي، يعني انت درتي واحد لو شيما اللي هو بزاف ديال الناس كيعيشوه مالوغوزمون، وانا كنعيشو مع الناس اللي كنسمعهم، وداكشي اللي هو ما كايناش واحد لا جيستيون ديال الوقت ديالنا ديال النهار. شوف الناس كاملين عندنا نفس الوقت، باردون، كاملين بينا نفس 16 ساعه اللي قلتي، عندنا 86000 سكوند و 400 ولا شي حاجه. كاين واحد شوف شنو فين كيوصل بهذا الوقت هذا اللي عنده، وكاين واحد مخبط في هذه الحياه مضارب معها في حالي كنقولوا، ما لاقي الوقت لا لراسو ولا لولادو ولا لمراتو ولا لعائلته ولا حتى شي حاجه. وهنايا كاين واحد الاستاذ جامعي، واحد الكوتش اللي هضر لينا، قسم لينا ان مجالات ديال الحياه، كاينين خمسه ديال المجالات. وهذا الاستاذ هذا شنو كيقول؟ كيقول الاغلبيه ديال الصعوبات اللي كنلقاو في حياتنا، الاغلبيه الصعوبات جايين من الخلل في هذا لي دومين دو في، من الخلل في هذه المجالات الحياه، لان ما كنعرفوش كيفاش نوازنوا بيناتهم. كتلقى مثلا لو كا كلاسيك اللي كنسمع بزاف، الراجل كيخدم نهار كامل، كيدخل الدار صافي ما خصو يهضر معاه حتى شي واحد، ما لعائلته ما لمراته ما حتى شي حاجه. يعني شوف كي بريفيليجي لو بورسونتاج الكبير ديال النهار ديالو كيمشي في الخدمه، وكيهمل لي زوتغ دومين دو سافي. كاين مثلا بعض العيالات انا كيجيو عندي عندهم دابا مثلا 50 60 عام، كتقول لك انا حياتي كامله عطيتها لولادي ولداري وداك الشيء، ما عاد شنو ربحت؟ عاد فاقت بان راه ما دارت والو بيان سور، لان عندها خمسه ديال لي دومين دو في، دائما كتبريفيليجي واحد على حساب واحد اخر. على داكشي هاد السيد هذا كيقول لك، وانا متفقه معاه، يعني بتجربه متفقه معاه، كيقول لك الاغلب ديال لي ديفيكولتي كيجيو باننا ما كنوافقوش ما بين هاد لي دومين هادو. هاد لي دومين هادو الخمس المجالات للحياه، الا كان ممكن انك تعرفيهم لينا باش الناس يعرفوهم، باش الناس يعرفوهم وما كرهناش نسمعوهم باش يقول لنا كيفاش كيوافقوا ما بين هاد المجالات هادو، لان شي حاجه اللي هي مهمه بزاف. غادي نعطي الرقم قبل ذلك، نعطي الرقم للهاتف لاي مستمع ولا مستمعه عنده اي سؤال بغى يطرحه يشارك معنا اليوم في هاد الحلقه هذه اللي غادي يشاركوا معنا فيها المستمعين، إما أنهم كيعيشوا نفس هذه الحالات هذه، إما عندهم مشكل مع
مع الزوج أو للزوج عنده مشكل مع الزوجة اللي ما كيحاولوش يقسموا الصبر بيناتهم. المهم نسمعكم من خلال الهاتف إما 078-077-088 كيف العادة أو عبر الجي اس ام 0-488-70-49-62. نعود الرقم الجي اس ام باش يحفظوا الناس 0-488-70-49-62. إذن في انتظار أي سؤال، ربما كان هناك سؤال أول مستمع كي يعيط، نتمنوا أنه يعود لنا الهاتف. شنو هما الخمسة؟ ألوغ المجال العملي، دونك هل قلتكم كاين خمسة المجالات؟ كاين المجال العملي، كاين المجال الشخصي، كاين المجال الزوجي، كاين المجال العائلي، وكاين المجال الاجتماعي. المجال العملي، المجال العملي، دونك المجال العملي شنو فيه؟ كاع العمل اللي كنقومو به. خليونا من العمل كنتقاضى عليه اجر ما كنتقاضاش، ماشي هذا هو المهم. العمل اللي كنقوم فيه، المرأة اللي كتكون ربت بيت، اللي كتخدم في الدار ديالها، هذاك راه عمل، هذاك مجال عملي. هذا يعني ما يمكنش شحال وحده ما كتبغيش تحسب بان هذاك مجال، لا خاصها تحسب، خاصها تحسب، لان في لي بي اللي متقدمين بزاف اللي متقدمين شويه علينا، حنا متقدمين جي عندي، ولكن كاينين في مجتمعات في لي بي سكوندناف باغ اكزومبل، المراه اللي كتختار انها تجلس في الدار باش تربي وليداتها كتقاضى اجر. هذا السكي لوجيك، لان راه هذاك عمل كتسد. هذا ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لالا مرحبا. اسمح لي، يعني موضوع يمكن خارج شوية عن الموضوع، ما تصاميم اللي كان عاني وبيه بزاف احنا النساء اللي كان خدموا مع رجالتنا. اسمع غادي نقول لك، ما عرفش واش غادي يدخل، المهم انا غادي نقول، وإلا دخل الأستاذة هي كتسمعك، إلا داخل في الموضوع غادي تجاوبك، إلا ما داخلش الموضوع غادي ناخده في موضوع صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. دايره لاباس عليك؟ لاباس ربي يخليك. احنا انا خدامه والراجل خدام، يعني شوفي التناقض كي داير. المراه مازال يقولوا المراه متحرره، المراه باقا مقيده بقيود لا حول لا لا حول لا لا. كنخدم هو كيخدم، مرات كنضطر نطيب الماكله في الصباح بكري باش انا يعني الا كان عندي نهار كامل، فاش كيدخل هو يعني يقدر يحط الراس فهمتي. كتخدمي نفس السوايع يعني اللي كيخدم حتى هو يا في 8 السوايع 8 السوايع و كنخرج في لاميم لاميم يعني الصباح الصباح فوالا، وكندخل انا كنلقى باقي ما حطش، كيستناني نحط ليه، وكان عندي الولاد كيقراو، كنوجد لهذا وكنوجد لهذا، وكنخصني الدار نجمع حوار. فهمت راه فاهمه المدام الاخر تاع الدار كيفاش غادي يكون، مي توجور في لا ميم سيتياسيون. دونك الحمل على حسب اللي فهمت، الحمل عليك، يعني نتوما كتخدموا بجوج بيكم على برا نفس السوايا وداك الشيء، ولكن ملي كتدخلي للدار ما كيحطش حتى الماكله، هي مطيبه الماكله مجدها، انا كنطيبها هو كيتسناك حتى تجي تحطي، حتى الزلاف اللي يحط فيها يعني لا طابل بريباري جوستومون من الاخر التبصيل ما كيحطوش. بحال هكا كيوقعوا بزاف د المشاكل بخفا. كتضطري انت كتقولي نجلس ما نخدمش، مي سي لا ميم شوز، خدمتي ما خدمتيش سي لا ميم شوز. يعني والدنيا عارفاها صعيبه، نورمالمون لي دو خصهم يتعاونوا داك الشيء. انت اخر وحده كتمشي تنعسي؟ اخر وحده كنمشي نعس. اول وحده كتفيق، اول وحده كتنوض في الفياقه، واول وحده كتنوض مع الخمسه ونصف نوجد ليه هو ماكلته ما يدي، ونوجد الاولاد يمشيو ليكول، وانا كنخرج مرات والله حتى الماما ما كنهزوش معايا، كننسى وكنمشي بحال هكا. وكتهضري يعني معاه، هضرتو اونصومبل على هاد، يعني انا كنظن بانك انت فاتيكي. هضرنا، ما انا كنتجنب المشاكل، كيقول لك ايوا ما قديتيش جلسي، ما انا مضطره، انا يعني عندي حوايج، عندي دار خصني، عندي كل واحد شنو عنده بروبليم، فهمتي كيفاش؟ الحوايج خاصه ما غاديش نقدر كل شيء نقوله، فهمتيني كيفاش؟ خصني اوبليجي نتعاونوا، ما هو ما كيعطيكش ديك
معاونة باش كتساعدي معاه ولا كتعياي كتعياي بزاف؟ اه كنعيا كنعيا كنعيا. الويكاند كيفاش كيدوز عندك؟ مرات الويكاند مرات كنفوتو يعني ما كنبغيش حتى ولادي نهضر معاهم رغم وكيحس فيا داكشي كنبقى مرات نبكي علاش لانه كنعيا وكي ولادي كيبقاو فيا سي ترو كوم سا والله يعني كنتجنب مرات مشاكل كناخذها على عقلي انا باش ما يعني المركب يزيد ما يوقفش باش المركب يزيد ما يوقفش ولو على حساب على حسابك على حساب على حساب صحتي انا. نعم حاضر غادي تجاوبك الاستاذه رحاب وغادي نشكرك. شكرا بزاف العفو والله يعاونك وكوراج بزاف تشجعونا باش بيان سور يعني نزيدو هكا كنتوانسو منكم يعني ماشي كنتوانسو منكم كنسمع بحال هكا كنقولوا يعني مازال كاين دي زيدي بحال هكا كنزيدو القدام طبعا البرنامج البرنامج العفو لا لا العفو لا لا مرحبا البرنامج هو ديالكم وخصو يسمع لكم ويتسنت لكم هادشي علاش البرنامج مديور. غادي قبل ما نخليو الإجابة لك أستاذة رحاب نمشيو الفاصل وذكر برقم الهاتف إذا كان ممكن تصلوا بالجي اس ام 0488 70 49 62 0488 69 70 49 62. تمنوا أن الأخت نعيمة تعود الهاتف لأن تقطع الهاتف بينه وبينك للنعيمة. إذا نحن في انتظار المكالمة ديالك من جديد. نذكر بالرقم الجي اس ام 0488 70 49 62. إذن الحالة الأولى خديناها في انتظار ربما الحالة الثانية ديال الأخت نعيمة. هاد الحالة ديال الأخت الكريمة يعني كيعيشوها واحد المجموعة واحد العدد ديال النساء بزاف بزاف كثر ما كتصور. ألوغ أنا كنحس بالسيدة اللي عيطات دابا وكنحس ب داكشي بالمعاناة ديالها لأن كتحس بأن الحمل كبير عليها وفات بزاف ألوغ هي مجوجة. ومني كتكون مجوج لا لوجيك دي شوز يعني الحاجة اللي منطقية هو أنك إذا كنت بجوج وكنت خدامين بجوج يعني الزوجين بجوج كيتعاونوا للحياة ما يمكنش واحد يكون عليه الحمل بزاف. حنا مالوغوزمون هاد الحالات هذه كنشوفوها بزاف عندنا في 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 عندنا في عندنا في الثقافة ديالنا لأن فوالا الرجل شنو غيخسر عليها قال لها إلا ما قداش هذا ولكن من باب الإنسانية يعني ما قداش هذيك المرأة راه كتخرج كتخدم كتساهم سيغتينمون في 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 لو فواي يعني كتعاون وهذا يعني ما كاين. عندي عندي جوج مكالمات اوكي عندي جوج مكالمات غير نحررهم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم سيدي. مرحبا لالا الاسم الكريم. ام غيتا. ام غيتا مرحبا بك لالا تفضلي احنا اليوم فاتحين. السلام عليكم لالا. السلام عليكم ام غيتا لاباس عليك؟ ام غيتا ام غيتا تري بيان. انا جو فولي جوست ميتر ان بتي بوين سيدي اللي قبل قالت لك فوالا الزوج ديالي انا مالوغوزمون جي بيردي مون ماري كان ميم 2 ans et demi je suis vraiment dans la galère donc elle voit pas les points positifs de la présence de son mari. C'est pas pour défendre les hommes, mais quand même, le monde a quelque chose, on voit pas la valeur. La valeur. Mais maintenant, comme voilà. يعني حقيقة إنه يعني الإنسان اللي كيف قد الزوج ديالو كيعاد كيعرف بحقه ولكن مني كيكون حداك وما كيعاونك ما كيدير والو راه عاود كيبان لك ثاني. تيعاونها باغ اكزومبل انا نعطيك دي غير بعض الامثله بسيطه يعني غير دوك لي كورس دوك لي فاكتور انايا خدامات جو تيرمين مون طرافاي ا 18 جو دو الي شيرشي مي زونفون شي لي جون دونك اون رونتر توجور جويه دوك فيغ 7:30 د العشيه. شحال الوليدات عندك؟ عندي جوج. جوج تبارك الله. يعني وكتسيري الساعات ديالك كما يعني عندك نظام ديال الحياه قالوا بارفوا انا شوي فريمون اون ديبرسيون توتال مي بون بارفوا تنقول دوك الدراري اللي عندي شوي اوبليجي دو ريستي دونك بارفوا تنفكر انني جاريت لو طراي بارفوا جي دي سي با بوسيبل افيك لو شوماج للاسف تناخذ غير داك ان سالير كي ميزيرابل سي تو دير سا كوم سا
يعني انا جو سوفر فريمون كيما قلت لك حيت كان البرنامج ديال الاربع اللي داز ما عرفوش نقدر نهضر عليه انها قالت لك السيده خص الدراري يمشيو مع 7:30 8:30 باغ اكزومبل لو كا ديالي سي امبوسيبل خصني عاد نجيب تنسالي مع 6 تنوصل عند الناس اللي تيجيبوا لي وليداتي من المدرسه حتى ل 7 جو سوي شي موا فيغ 19h30 دونك يعني خصني ندخل خصني نوكلهم خصني ندوش لهم خص شويه ان تي بو لي ديفوار خص ان تي مي مالوغوزمون تو سا جو في با بارفوا جو لي طاب حنا المغاربه مالوغوزمون تنضربوا وليداتنا انا تنهضر على نفسي يعني الستريس يعني داك الستريس وداك الشيء كتبردي الغديد في الدراري Malheureusement, oui. Ou je sais que c'est très mauvais, ça change rien. Ou les nids qui m'engoulent le d'ailleurs à dire, c'est nous j'ai le rebelle, c'est nous j'ai le mec là qui m'a donné le flacon la cantine, c'est y a que l'omziane. On a maintenant dit l'omzi les tartines. J'aime bien un homme y a que un vrai repas. Par le calci de la réhab, c'est des repas. Yani nous j'ai le pâte mal chadral, pâte mal pistache, oui à des roses. Yani j'aime bien qu'il mange bien. Hit parfois mais t'as un truc fini, mais t'es y a que l'os, t'es joué fatigué. بافوت نحس بلي انني مقصره ولكن ما عرفتي جنبيا انها تنصحني واش نفكر انني نقدر نريد من الخدمه ولا شي بيردي اون فيت يا بيرسون انا غنجاوبك واحد الجواب بسيط يا بيرسون اللي غادي يقدر ياخذ اون ديسيزيون ا فوتغ بلاس غير باش ناخذ غير باش نديروا واحد التوازن حتى حنايا في الساعات ديالنا يمكن نجاوبوها يعني غير الا كتسجلي باش ما وي وي بيان سور اذا الاخت الكريمه معاش كتنعسي في الليل Tout dépend, parfois minuit, parfois... ربما تعودي تجربة الزواج ولو يعني أنه عندك جوج الوليدات احنا المغاربة شي واحد يتزوجك بجوج وليدات سي ديفيسيل باش تلقى شي واحد يقبل عليك بجوج وليدات سا سي ديجا اون شوز دوزيام شوز ما نعرف الوليدات واش يتقبلوا ما يتقبلوش بارفوا تنفكر فيها بارفوا تنخوف كنقول يمكن غندير شي غلطة ولا حتى هذه تيشغل بالي بزاف الله كتقولي اللهم نهز الحمل بوحدي وي مي انا غير باش نطمن السيده الاولى اللي هضرات ان راه ان السيد عندك تيدير اوموا لي كورس سافا اوموا تيخلص لك لي فاكتور اوموا انا دابا حتى الا كانت عندي شي عراضه ولا جو مو بريف باسكو جو دو كازي مي زونفون كلكو بار دونك جو بو با بوجي ما في ترافاي لي زونفون ليكول ترافاي اي تي فوا فو فوي دونك سا سي حاضر لالا شكرا للمشاركه ديالك غادي ناخذ لالا نعيمه شكرا بزاف العفو بليزير اول خطره اتصلت مي نتمنوا انك دائما تبقاي تشاركي معنا لان احنا محتاجين الناس يهضروا محتاجين الناس يخويو ما عندهم باش لانه احنا كنتقاسموا جميع في هذا البرنامج هذا كنتقاسموا معكم كل ما تعانونه لالا نعيمه السلام عليكم ما عرفتش واش بقى معايا على الخط نعيمه الو يا دكتوره دم كيما دير تقريبا بوكو 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 كوراج مي اي شوز ميم سي لا با دو ماري Il suffit juste un peu d'organisation. Et normalement, ça الله يخليكم باش ما يغوتوش عليا في الإدارة عاود حاولوا تهضروا بالعربية بزاف لأنه عاودي عندنا شي حاجة أدها واخا على أدها معلاش واخا على أدها نهرسوا باباها ونهضروا باش تبقى لي ميسيون بالعربية يلا قول لي لالا نعيمة أنا عندي أنا بيدي خدام وراجلي خدام موني سي تسوغانيزي أنا في الصباح ما نوضش كي نوض راجلي مع الدراري مول سوغ جي بريبار تو سكي فو بوغ لي زون شحال الوليدات؟ هو اللي كينوض عندي ثلاثة الصباح هو اللي كينوض معاهم هو اللي كينوض في الصباح أنا تصبح نحسة تنقسم ديك التسعود نعاد تنوض باش نمشي نخدم يلا كتنوضي مع البرنامج ديالنا حنايا حاضرنا باش نسبح لي ميسيون كوميسيون باش نمشي في الطريق الطونوبيل اذا الصباح الصباح انا تنشوف الليل انا تنقابل العيال تنطيب تنعمل الشغل ديالها هو الصباح تيفطرهم تيلبسهم تيغسلهم ويديهم ويسيفطهم للمدرسه انا راجلي ما تيسوقش انا مازال انا اللي تنسوق اي
il faut l'organisation اولا من المراه والراجل ولا ما ساعدنا شي ولادو حتى هو سوا وما ساعدنا شي عاوننا على وليداتنا مي كومون با افونسي دون لا في سي با بوسيبل. حنا كلشي كنسميوه على المراه كلشي كنقولوا المراه هي اللي خصها طيب المراه هي اللي خصها منهم جوج ماشي المراه جاتهم بوحده من دار باباها راه جاتهم عملتهم هذاك الانسان هذاك ولا ما يعاونش و بوغ افوار اون بون ايديوكاسيون راه خصهم يكونوا الوالد والوالده في نعيمه نعيمه يعني 16 ساعه ديالك كتعرفي كيفاش تخرجي انت والزوج ديالك وعايشين بخير اكزاكتومون انا شي سيت فيغ مو طرافاي سي لوي لي اون كونجي هو اللي كيطيب هكذاك اذن مش الشغل ديالو انا عاوت الى كونجي انا كنطيب لهم هو خدام. وكيفاش كتحسي وكيفاش كتحسي براسك في هاد لوغانيزاسيون نعيمه؟ لا انا الحمد لله انا فرانشمون اي كونس اي مو جو برون دي طون بوكو بور مو ماكدبش تري بيان سوبر كاتو في دي بول فوالا جو فو رميرسي انفينيمون والله هذا من شكرا بزاف انا سي تري بيان ما في سي با ميز انفون دي 100% انا جي بيزوان دي فيغ ما 50% 50% 50% 50% بزاف الناس ما بالناس بزاف الناس ما كيقولوش هاد فوالا مي جي ما في مو سي اكزاكتومون نقابل راسي انا De temps en temps, je donne un peu à mon couple. Exact. Je ne vais pas vivre du 200% que pour mes enfants. Malheureusement, on ne sort pas beaucoup parce qu'on est des restaurateurs. On est des indépendants. Mais on essaie d'avoir des moments à nous deux. C'est le plus important. Sans pour que les enfants soient présents, on essaie de s'organiser. Ce n'est pas toujours facile, mais on essaie. Lui, il a des moments où il part en vacances tout seul. Moi, je pars en vacances tout seul. Il va voir ses parents, on a déjà un des parents. On a des moments à nous. المهم فرحانين فرحانين الحمد لله. Moi j'étais mariée déjà la première fois avec un homme qui faisait rien. Et que tout était du 100% pour la femme. Je ne suis pas d'accord. La femme elle doit un peu se battre. Alors avec une scène, ce n'est pas un prince. Ça reste un être humain. Ou t'es comme Maram. Alors si elle a plus sa santé, elle pourra plus s'occuper ni de ses enfants, أكيد. Ni de son mari. أكيد. أكيد. شكرا بزاف لك لالا نعيمة. أنا غادي نمشي بحالي دابا صافي لالا نعيمة كتقول شي. تبارك الله عليك لالا نعيمة غادي نمشيو للفاصل ونرجعوا. بطبيعة الحال إذا هناك جوج ديال الحالات ثلاثة ديال الحالات وكل حالة في شكل. شكل. غادي يعني الحالة ديال نعيمة عارفة كيفاش تجري الحياة ديالها. وكما قلت ماشي 100% الحياة هي ولادي إنما 50% 50% نرجع بعد الفاصل. الوقت المتبقي قبل الموجز الإخباري نخليو الإجابة بعدا على الحالة الأولى ديال فوالا دونك فحال اللي قلت قبيلتي انا كنفهم بزاف هاد السيده لان ماشي هي بوحده فهاد لوكا كاينين بزاف ديال السيدات فهاد لوكا وهنايا عاوتاني كنعاودو نطرحو السؤال علاش حنايا اوني اون كوبل وداكشي يعني ملي كتكون في لو كوبل ملي كيكون جوج الناس خدامين فحال اللي قلت المنطق كيقول باننا خصنا نتعاونوا لان ما يمكنش يكون الدرك على واحد ملي كيكون الدرك على واحد شنو كيوقع كيوصل للحاله اللي وصلت لها السيده اللي دموعها على في الباب يعني غتهضر عليها غادي قلبها طايب وداكشي وهذا هي اللي عايشه يعني ديك الحاله يعني. انا دائما كنقول ما كيحس بالمزود غير اللي مضروب به يعني انا ما يمكنليش نجي ونحكم على واحد لا سيتوياسيون ولا واحد الانسان كيفاش عايش لان انا ما عايشاش في بلاصتو انا يعني هي كتقول لك كنخرجوا بجوج بينا كنمشيو نخدموا كندخلوا هو كيدخل هذا هي هي يعني حتى الماكله طيبه يعني غير باش يحط الماكله ياكل لا خصو يتسناها حتى تجي تحط له اكزاكتومون وهنايا وسي بعض المرات راه لا فام كدير هذا الخطا هذا يعني مني في يعني ولفاتوا من الاول خصنا هاد المسائل هادو نكونوا واضحين عليهم غادي نخدموا بجوج غادي لان انا قلت لك منين لا فام كتخدم راه كتكونتريبيي في الدار راه كاينين عيالات اللي كنعرفهم انا كيخدموا وفلوسهم كيعطوهم رجالهم كاريمون يعني وهذا فين هي لا جوستيس فين هي ليكيتي فين هو التوازن في راه واحد النهار غادي يجي غادي ديك المراه صافي غادي ترخي الحمل فحال اللي كنقولوا وهنايا على من غادي يكون على حساب وليداتها على حساب صحتها على حساب هذا خاصكم تعرفوا واحد الحاجه اللي هي مهمه وبزاف الناس كيجيو عندي بهذا المنظور هذا انني جاي باش يتبدل الاخر
الاخر ما غيتبدلش. انا كنقولها لكم دابا وكان الراجل اللي كيجي باش مراته تبدل ولا المراه اللي كتجي باش راجلها يتبدل راه جامي ما غيتبدلش. الا انت قلتيها له فوقتاش غيتبدل، غيتبدل اولا غادي تبدل نهار هو اللي غيقرر يبدل الحوايج في راسو. دونك الواحد خصو يجلس مع راسو يقول شنو مسلكني وشنو ماشي مسلكني. وهنايا غادي نجاوبو سي او ميم طون ام غيتا، الحياه شنو هي؟ الحياه سي دي شوا، اختيارات. انا اللي اختاريت مثلا منين كانت كتهضر كتقول لك انا ما بغيتش نمشي للشوماج باسكو الشوماج لو سالير اي لي ميزيرابل، دونك انا باغي نخدم باش يكون عندي السالير اكثر، ولكن او ميم طون الا كان السالير اكثر ما غيكونش عندي الوقت لولادي وما غادي نكون عايشه في ستريس. وهذا شنو كتختاري؟ انا كنعرف العيالات اللي اختاروا انهم اللي شافوا بان ما قادرينش انهم يسيروا مع الدراري وداكشي اختاروا دوتغ سوليوشن باش يكونوا بلو ديسپونيبل لوليداتهم داكشي. دونك الحياه اختيارات. السيده اللي مع راجلها وكتشوف بان هادشي هذا راه بزاف عليها، غنقول لها في التلاين فين فين غادا فوقتاش غادي كونتيسك سافا ساريتي، واش بغيتي حتى يطيح طيحي ولا هذا؟ دونك ما هضرات معاه قال لك ما كيسمعش، يفو تروفي دي سوليوشن. ما يمكنش نتبعوا في هاد نستمروا في هاد ما يمكنش نستف يعني واحد النهار غادي يطيح، واحد النهار غادي يطيح، واحد النهار غادي غادي يجيها غادي تقدر تكتشف شي حوايج، واحد النهار غادي غادي تقول لراسها علاش انا درت هادشي هذا كامل، وغادي واحد النهار غادي تحس براسها بان تساكريفيات و يعني وعلاش حنايا غادي ندخلوا في هادشي هذا كامل. فهمتي يعني خاص بحال اللي قلت لكم الحياه اختيارات، والحياه ملي كتختار واحد الحاجه كتامبوزي المسائل ديالك. جو سي كو سي با فاسيل، لان فحال هو سهل بالنسبه له انه يقول وسيري ما بزز عليك حد تخدمي وهذا، ولكن لا، المراه الا بزو سي دو طرافاي علاش علاش هو غادي يخرج يخدم وهي ما عندهاش الحق تخرج تخدم؟ ولكن لا خرجوا يخدموا بجوج راه خصهم هذوك الدراري. وسي انا دائما كنايا ما نطبل بهذه القضيه، هذوك الدراري شكون اللي ولدهم؟ واش ولداتهم المراه بوحدها ولا ولدهم الراجل بوحدو؟ راه ولدوهم بجوج. اون بلوس دو سا الا هذاك الراجل دخل غير نخيلوا واحد الشيما زويون، هما خدامين بجوج في الصباح ناضوا بجوج تعاونوا بجوج باش يديو وليداتهم للمدرسه، مشاو يخدموا بجوج، دخلوا هي كدير لو كوتي ديالها دونك طيبات وداكشي، هو يدخل بوتيت يغسل وليداته من بعد يجلسوا هذا يتعاونوا باش هذا. شوف الحياه كيفاش غتكون، المراه غادي تكون مرتاحه والراجل غيكون مرتاح، لان بيان سور المراه ملي ما غتكون مرتاحه شنو غادي دير؟ غادي تعصب، غادي تبدا تزعف، غتبدا تبرقم، غتبدا ما غتكونش مزيانه، غتحط داك العشام وهي مقلقه. دونك قال توت لومبيونس يعني قال الدار اللي عايشين فيها غادي يكونوا عايشين فيها في قلق وهذا. دونك علاش انا ما نديرش الحوايج باش نكونوا كاملين بينا عايشين اون هارموني، يعني تخفف الحمل على الاخر ونتعاونوا ونزيدوا القدام. كيفاش هي غادي تفهم الزوج ديالها لهذا الشيء هذا؟ كيفاش شنو هي الحلول اللي غادي تدير معاه؟ وخاصة أن بعض الرجال كيكون راسه مقاصح ما كيبغيش يتصنت، كيقول لي ما عجبكش الحل قلتي، يعني هو يعني الحل السهل عنده يعني ما عجبكش الحل قلتي في الدار ما تخدميش. المشكله هو انني ما نقدرش نقول لك كيف شنو هما الحلول، لان ما عرفاش هذا الراجل ديالك كي داير، ما عرفاش كيفاش كيتصرف، ما عرفاش كاينين رجال كيكونوا عنيفين، كاين بزاف ديال لي كاد فيغور. دونك هي خصها هي اللي عارفه الزوج ديالها، هي اللي عارفه لو كليما اللي عايشه فيه داكشي، هي خصها تعرف شنو هما لي ديسبوزيسيون، شنو هما المسائل اللي خصها تحطها باش تقول انا صافي هادشي هذا راني عييت منه، راني انسان اتخوما، ما نقدرش انني نتحمل هادشي هذا كامل، لان غدا ولا بعد غدا نقدر نمرض، غدا ولا بعد غدا ولادي غايقول لي ما كانش عندك الوقت باش هذا، ولا كنتي مقلقه ولا ما كنتيش كتهضري معنا ولا هذا. دونك انا ما بغيتش نوصل لهادشي هذا كامل، دونك شنو غادي ندير اون بلاس باش نبدل هادشي؟ خاصنا نعرفوا بان ملي كنديروا الحوايج اون بلاس باش نتبدلوا لاخر شنو غادي يقول؟ غايقول كاينين الحوايج تبدلوا سي بيزار ياك، ما غايفهمش شنو غادي يدير، غادي يجبد الصداع، لان سي بور لوي سي با نورمال. بحال داك المراه اللي كتكون ساكته ما عمرها ما كتهضر وداكشي، واحد النهار كتجي كتفرض الراي ديالها، الاخر ما كيفهمش كيقول شنو واقع. هذيك الفتره هذيك ماشي مشكل، هذيك الفتره الا قدرنا نواكبوها وقدرنا نتجاوزوها من بعد لي شوز غادي يوليو مزيانين، الا ما قدرناش سافو دير كو لوتر ما كيفهمش. دونك فوالا يفو بروندر لي ديسبوزيسيون نيسيسار باش نزيدو القدام، وهادشي كامل باش نعيشوا مرتاحين في الدماغ ديالنا. الام غيتا كنقول لها غادي نرجعوا للام غيتا من بعد الموجز الاخباري، لان عندنا موجز
إخباري. وبطبيعة الحال بالنسبة للإس إم إس اللي بغي يبعث برسالة دياله 0488 106 800. العشرة وأربع دقائق بالاستديو العربي برنامجكم ماش ظهر ليك يتناول اليوم موضوع كيفاش يمكن نجري الساعات اليوم ديالي، لأنه كيعيشوا واحد العدد ديال الأسر مشاكل وهموم ديال كيفاش نسيروا الحياة اليومية ديالنا مع ولدتنا مع العمل مع الأسرة ككل. إذن نرجع لك أستاذة رحاب وقصة أم غيتا. فوالا بالنسبه لام غيتا فحال قلت لك قبيلتي الحياه هي اون كيسيون دو شوا، دونك خصها تشوف راسها هي شنو كيفاش كتحس براسها، واش قادره تساير هذه الحياه اللي هي كتعيشها ولا خصها تاخذ قرارات وحده اخرى في حياتها. جو بو كومبروند ان سي تري ديفيسيل، صعيب بزاف لان كانت مع الزوج ديالها وما بقاش وتحملت مسؤوليه كبيره وداكشي راه ماشي ساهل ويفو فيغ اتونسون. لان انا كنت انيميت واحد لاتوليه على لو بيرن اوت ديال لي مامون بوحدهم، و سا بو اتر ديفيسيل، سا بو اتر تري تري ديفيسيل، يعني الواحد صافي كيوصل لواحد النقطه اللي كيرخي الحمل لان صعيب عليه بزاف. غير باش نقولوا للاخوه اللي كيعيطوا لنا دابا، راه حنا غادي نعيطوا لكم، عندنا الارقام ديالكم، غير صبروا علينا حتى الاجابه ونعاودوا نعيطوا لكم. شكرا. فوالا دونك كنقول لها خصها تختار تجلس مع راسها وتشوف راسها شنو باغيه. ما يمكنش انها تشوف هكا دير هادشي هذا مع اولادها وكيضر هذاكشي في خاطرها وتساير هادشي هذا اونكور. يعني خصها تجلس وتشوف راسها شنو باغيه اكزاكتومون، شنو اللي غادي يريحها. اي الحياه هي دي كومبرومي، يعني ملي كناخذوا قرار كناخذوه على حساب واحد اخر، دونك خصنا هذه ضروري ما نديروها في الدماغ ديالنا. بغينا نخدمو ونربحو اكثر راه غادي ناكلو من واحد جهه اخرى، بغينا نقابلو ولادنا وهذا راه غادي يمكن غادي نقيسو جهه واحده اخرى، دونك الحياه. وبغيت نقول لها غير واحد حاجه، يفوا ايفيتي لي كرويونس ليميتونت، لي كرويونس اللي نهضرات على الجواج وما نعرفش وهذا هي باغا، ولكن المعتقدات اللي كتحبسنا خصنا نخدموا عليها، لان ما عاد كتزيد تادينا في حياتنا، فهمتي؟ يعني كنكونوا باغيين نديروا شي حوايج ولكن كنبقاو نديروا هذوك لي كرويونس ليميتونت، لا وي لا بوتيتغ كو هذا. يفو فيفغ لي زيكسبيريونس، خصنا نعيشوا التجارب ديالنا وخصنا نطونطيو الحياه هي هذه. دونك فوالا. ولكن تقدر تكون على حساب ولادها عاود بيان سور، يعني راه هي غادي تشوف. شوف دائما الواحد يجلس مع راسو داكور، منين تلفوا يعني يحسبها الواحد منين يتلف، راه دائما اللي سمعتي اللي كيهضروا هذا الشيء ديال النفس وديال التنميه الذاتيه وهذا، منين الواحد يتلف وهذا يجلس مع راسو يشوف شنو كيفتي عليه فريمون قلبه، فداك الانتويسيون داك الصوت شنو كيقولوا الحساسات اللي كنقولوا شنو كيفتي عليك قلبك. باسكو بعض المرات شنو كنديروا الحاجه حيت حنا كنعيشوا في مجتمع وفي وسط وفي كولتور وداك الشيء وكنديروا الحوايج على حساب هادشي هذا كامل، الوغ كلا انا بوتيتغ في القلب ديالي باغي حاجه وحده اخرى ما عندها حتى شي علاقه بهادشي. دونك الواحد الا حس براسو عيان فاتيغي صافي ما قادرش، هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ديما كنقولها يجلس مع راسو يشوف شنو اللي مسللكو. وما كاين محسن ان الواحد يدير دايو، غادي نشوفوها من بعد في هاد المجالات ديال، ما كاين محسن الواحد يدير داكشي اللي هو باغي ولكن ماشي اللي حاجه اللي مفروض عليه وكيقول لا خصني نديرها حيت، فهمتي؟ دونك فوالا. بالنسبه للنعيمه يعني كتعيش حياه نعيمه جادوغ، باسكو قالت واحد الهضره اللي هي زوينه بزاف وقلالين العيالات اللي كنسمعهم كيقول لك الدراري ماشي هي حياتي كامله. ايفيكتيفمون الدراري يفون بارتي دو لا في، ما يمكنش واحد الام حنا عندنا هاد لو ساكريفيس ديال لي مامون، الام كتولد ولادها صافي كيولي بالها غير ولادها كلشي لولادها. بعد مره سنه راه كيقولوا لي ما كنشريوش راسنا وكنشريو لولادنا كنديروا كلشي لولادنا. الدراري راه يفون بارتي دو لا في، غادي نشوفوها وسي في هاد المجالات ديال الحياه. النفس ديال عندها حق عليكم، يعني خصكم تخرجوا الا كنتوا مع زوج ولا مع زوجه راه خصكم تقابلوا هذاك الزوج، يعني ديروا شي حوايج معاه. الا كانوا عندكم عائله وهذا راه خصكم تعطيوها الحق ديالها، كل حاجه في الحياه خصها تعطى الحق ديالها باش نعيشوا في توازن. سينو الا ما عشناش في توازن فحال اللي قلت قبيله هادشي كيجبد لنا مشاكل. يعني لم طرف الرجل ولم طرف المراه، يعني خص يكون واحد كما قلت لي قبيله استاذه رحاب، يكون واحد الكليبر ويكون واحد توازن في الحياة بين الزوجين بجوج باش هكذا الأسرة كلها تكون مزيانة. قبل ما نمشي لأحد الإخوان هو رئيس جمعية
كما أشار لنا. يعني ذكرتي لنا قبيلة الخمس المجالات غير ما شرحناهمش كاملين. كاين المجال العملي، كاين العمل، المجال العملي كنت بديت كنشرحو جوستومون هو العمل اللي كنقومو به بحال اللي قلت قبيلتي، سواء كنتقاضاو عليه اجر ولا ما كنتقاضاوش عليه. المراه اللي كتجلس في الدار وكتقابل ولادها وكتقابل دارها، راه هذاك عمل، هذاك راه مجال عملي. الطالب اللي كيمشي للمدرسه ديالو كيقرا، هذاك راه مجال عملي، واخا ما كيتخلصش راه كيقرا، ولكن هذاك مجال عملي. دونك المجال العملي. كاين المجال الشخصي. المجال الشخصي هي العلاقه ديالنا مع راسنا، أشوف شحال ضروري ومهم كيفاش كنهتموا براسنا، بصحتنا، كيفاش كنتعاملوا مع الأحلام ديالنا والأفكار ديالنا. بعض المرات أنا كنسول الناس شنو هما الأحلام ديالكم؟ ما عندهمش الأحلام، ما كاينينش. يعني علاش أنت يا عايش إلا ما عندكش الحلم، إلا ما بغيش دير شي حاجة في حياتك وداك الشيء؟ شوف، وأنا جو سوي سيغ سارتان كو كاينين أحلام، غير شنو مع هاد الحياة ولو ميتروب ولو دودو بحال اللي قلتي قبالتي، نوض جلس المسؤوليات وداك الشيء، كنساو راسنا أون كور دو غوت. ومني كتنسى راسك أون كور دو غوت شنو كيوقع؟ مثلا فامي عندهم دراري، داكو الحياه كامله كديرها لولادك، وهذا هادوك الدراري واحد النهار غادي يمشيو، اوني داكور، باسكو هادي سنه الحياه، انت مشيتي انا مشيت كلشي كيمشي. شنو كيبقى لك من بعد؟ بعض المرات الوالدين كيطيحوا في ازمه نفسيه من بعد، لان داكشي اللي كان كيشغل لهم الوقت ديالهم ما بقاش، مشاو. دونك الانشطه اللي كنقوموا بها اوسي، سواء انشطه رياضيه، انشطه ثقافيه، فنيه، روحيه، جميع انواع الانشطه خصنا نديروا هاد الشيء هذا في حياتنا ضروري ومؤكد. كاين المازال الزوجي لو كوبل، شنو هي العلاقه ديالي بالزوج ولا بالزوجه ديالي؟ شحال الوقت كنعطي لهذيك العلاقه؟ كاينين بزاف ديال الناس كيكونوا مجوجين تحت سقف واحد، ما كاين حتى شي حاجه كتشاركوا، ما كيخرجوش اونصوم، ما كيديروش اكتيفيتي اونصوم، ما عندهمش بروجي اونصوم ديالهم هما بجوج. دونك فحال عايشين فحال كوابيتون، يعني تحت معاشرين تحت سقف واحد وصافي. فوالا، دونك خصنا جيران، خصنا نشوف جيران، خصنا نشوفوا شنو هي المكانه هاد لو كوبل هذا اللي كياخذ في حياتي. كاين المجال العائلي. المجال العائلي شنو كيبدا من الاسره الصغيره وهو كيكبر حتى الاسره الكبيره. شنو هي العائله ديالي، الزوج ديالي، الزوجه، الاطفال، الوالدين، الاخوه والاخوات. من بعد كنزيدو، يعني كاع العائله، شنو هي المكانه ديالي معاهم، شنو هي العلاقه اللي كتربطني بهم. كتلقى مثلا بعض الناس اللي عندهم تيلمون دي غولاسيون كومبليكي مع العائلات ديالهم، اللي كي داكشي كامل هو اللي كيشغل لهم الوقت ديالهم. الوغ كو لا، العائله خصها تكون واحد خصها تكون بلوس، تكون عندنا علاقه زوينه معها، وهذا ما تكونش كتاثرنا على النفسيه ديالنا. والمجال الاخراني هو المجال الاجتماعي. باردون، ومجال اجتماعي كيفاش كيتشكل؟ كيتشكل من الاصدقاء، كيتشكل دونك من الطريقه اللي العلاقه اللي كتجمعني بهم. بيان سور خصك تشوف الاصدقاء ديالك، خصك اون بوزوا، حنايا الانسان بطبيعته خاصو يتلاقى بناس، خاصو يهضر معاهم، خاصو يشارك معاهم وداك الشيء. والمجال الاجتماعي اوسي كيدخل فيه الطريقه للعيش ديالي، يعني كيفاش سواء لو بينيفولا اللي كندير باغ اكزومبل، شنو هما الاشياء التطوعيه اللي كندير، سواء يعني لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للرجل. اكيد يعني كاين بعض الرجال استاذ ريحاب كيقول لك لا، انا المراه ما تخرجش، انا ما عندها ما دير بصحاباتها، ما الصحابات هما سبب البلا، صحابات هما اللي كيخرجوا على العيالات. بالتالي كتلقى المراه دائما راسها، وخاصه هذوك السيدات اللي ما كيخرجوش من الديور. يعني ما كتشتغلش، يلا مقابله وليداتها في الدار، العمل ديالها في الدار، ما تخرجش، ما دير حتى شي حاجه حدا الدار. يعني حتى صديقات، حتى مع من تحكي، حتى مع من سميتو ما كاينش باي حق. انا دائما كنقولها باي حق. هذا هو كتلقاهم بعد لي كوب، كتلقى الراجل كيخرج يمشي يشوف صحابه كل سبت مثلا، ولا كل حد خصو يمشي ضروري هذا، ولكن هو ما نعمل على المراه داكشي. منش من حق المراه، عندها الحق انها تكون. دونك هادشي هذا كامل اللي شفناه، خصها تهتم بالدار ديالها ولا بالخدمه ديالها الا كانت خدامه، دونك العمل ديالها، خصها تهتم براسها، يعني تمشي دير دي زاكتيفيتي راسها، بغات تمشي تقرا، بغات تمشي دير سبور، بغات تمشي هذا، خصها تهتم، خصها
يعني بالزوج ديالها ولا هذا لو كوبل ديالها المجال العائلي وبيان سور المجال الاجتماعي. خصها تخرج, خصها تمشي تشم الهواء, تمشي تشرب قهوه الا بغات تشرب قهوه, ولا تمشي لابيسين, ولا تمشي تمشى, ولا ما يمكنش انك تجي هاد الهضره. بزاف الناس الرجال ما غاديش تعجبهم بوتيتغ, ولكن ما عندكش الحق نهائيا انك تجي هذيك المراه راها انيت خابارونتيغ وحره داكو, ما كاينش علاش انت غادي تجي وتشدها في الدار وتحبسها وهذا, لان باي حق باي شنو زعما انت عندك سلطه عليها ولا هذا, راه هي خصها تنفس وداكشي. وهادشي كامل كنقولها ونعاودها بوغ لو بيان دو لا فامي, بوغ لو بيان دو تو الموند, لان الا كانت المراه في صحه نفسيه مزيانه والراجل في صحه نفسيه مزيانه راك غادي نزيدوا القدام. الا كان واحد فيهم كيعاني ولا بجوج بهم كيعاني, وهادشي كنشوفوه مالوغوزمون بزاف, شنو كيوقع؟ كيوليو المشاكل وكنعيشوا في القلق وفي الصداع وفي شد لي نقطع عليك. غادي ناخذوا هذه الرساله ونتمنى انك تسمعي هذه الرساله مزيان. انا كنسمع دائما مزيان. من عند ابو ادم من بريكسل يقول خي شاطر غير بشوي علينا الله يخليكم. المرأة ديالي راه اتصلت بي وقالت لي راه في الراديو الآن كيهضروا أن خص المرأة ما تسكتش, وخص المرأة ما تصبرش, وخص المرأة تدافع على حقها وما تضربش تمارة في الدار. راكم كتنوضوا علينا من الحل الله يهديكم. ما عرفتش كيهضر من نيته ولا كيضحك. انا ما ناخذوها احنا بجديه, ناخذوا سؤاله بجديه. ربما كاين واحد مجموعه ديال الرجال دابا غيبداو كيقولوا اولا غيقول للمراه في داك الراديو عليا, في داك الصداع اللي انا كيخربقوا هادوك. انا ما كنقول شنو قال يعني كناخذ المراه دابا عيطت له في التليفون قالت له اسمع في الراديو راه كيقولوا الاستاذ رحاب راه قالت لك المراه بحالها بحال الراجل خص نتقاسموا كل شيء, يعني ما تبقاش تضرب عليا تماره وما تبقاش تحرط عليا انا بحالي بحالك. انا ما كنقولش هادشي هذا كامل باش يجبد الصداع ولا باش يعني الواحد الا كان عنده العقل وكيخمم امون افير غادي يوصل بان هادشي اللي كنقول انا راه معقول. منين كان جوج ديال الناس كيتجوجوا كيسكنوا من تحت دار وحده من تحت سقف واحد وكيولدوا وليدات وداكشي, راه واحد كيهز الحمل على الاخر. ما يمكنش يكون الحمل غير على واحد. هادي راه يعني لوجيك, ما كنقولش شي حاجه اكستراوردينير ولا. انا بالنسبه لي بالمنطق ديالي لوجيك. علاش؟ لان كنا ديجا هضرنا بزاف على الكوبل وهذا. ملي كيكون هذاك التفاهم, ملي كيكون واحد كيحس بالاخر, ملي كيكون كيراعي له, ملي كيكون كيعاونو, ملي كيكون هادشي هذا كامل كيخلق واحد جو ديال لا سيرينيتي في الدار, ما شنو يعني السلام ولا ترونكيليتي. ما كيكونش مثلا المراه الا كان عليها الدرك النهار كامل وداكشي وهو كيدخل كيدير رجله فوق الطابله وما كيدير حتى شي حاجه, هذا راه بالسيف عليها انها واحد النهار راه الفابيتان كابل مسيف عليها, واحد النهار غادي تجي غادي تعصب وما غادي تبقى تعقل على والو, غادي تجبد له اللي ماضى وهذا. الو علاش حنا غنوصلوا لهذا المواصل هادو كاملين؟ حنا تجوجنا مع واحد السيد ولا مع واحد السيده غاديين اونصومبل, ما كاينش واحد فوق الاخر, يا با واحد سوبيريور على الاخر, حيت انا الراجل يعني انا السلطه ديالي في الدار وداكشي وهي غير هو واحد السؤال اللي خصنا نطرحوه لأن بقي عندنا الوقت باش ناخذ مكالمات اخرى, وخاصه الاخ الكريم اللي رئيس جمعيه بغى يدلي سيدي كريم. غير سيدي كريم يعني الا كان ممكن انك تعطينا شويه ديال الوقت سيدي كريم, تعطينا شويه ديال الوقت حنا غادي لان كاين مكالمات كثيره. كنعتذر لكل المكالمات, راه كاين الحمد لله اليوم كاين بزاف ديال المكالمات, ولكن حنا بغينا نستافدوا اكثر. أكيد أن كاين الناس باغيين يحكيو مشاكلهم باغيين, ولكن حنا كنحاولوا. لا بغيت نعرف أن سؤال, شنو كيعتبر الرجل الزوجة ديالو؟ شكون هي اكزاكتومون؟ شنو كتسوالو هذيك الزوجة اللي هو مشى عطى عليها الصداق ودار عليها عرس وتزوج بها وجابها لعندو لدارو؟ شنو هي؟ واش شاريها خدامة؟ اكزاكت. واش شاريها باش تولد له غير الولاد؟ واش شاريها تضرب عليها؟ شنو يعني؟ بغيت نفهم انا بنفسي, بغيت نفهم هاد القضيه, انه سواء بعض المرات كنلقاو العكس استاذ رحاب, كنلقاو ان المراه ملي كتشوف مثلا الرجل كيحرات وكيضرب ثمنه وداكشي كتقول خلي البغلي بهذا اللفظ مع الاسف الشديد, مع هذا الاسف الشديد
أنه كتطلق هذا ربما أكثر من هذه الكلمة كتقول لك خليه حرت داكشي اللي واش للصالح. اه كنسمع. علاش حنا مزوجين؟ اشنا هو الزواج واشنا مفهوم الزواج عند جوج ديال الناس عايشين في حياه؟ احنا كنرجعوا ليها دائما هذا السؤال هذا دائما سبحان الله كنرجعوا له جوستمون شنو هو الزواج. يعني ملي كتاخذ واحد الشريك ديال الحياه جوستمون كتبقى في لانتونسيون. علاش كتجوج؟ واش كتجوج شي وحده حيت ناخذوا لوكا ديال الراجل مع المراه لان هذا هو لوكا اللي سائد يعني اللي كنشوفوه. الراجل في الدار ديالو الوالدين ديالو كانوا مفشين وهو الراجل يدير داكشي اللي بغا ما يعاونش ما هذا من بعد كيمشي ياخذ المراه دير له اكزاكتومون لا ميم شوز. وانت يا جوستمون واش خديتي المراه اللي غادي تخدم عليك ولا خديتي المراه اللي غادي تشاركك الحياه ديالك؟ هذا هو المهم. لان الا خديتي المراه اللي غتخدم عليك راه غادي نوضوا في المشاكل لان داك المراه واحد النهار غادي تقول ستوب صافي انا عييت ما نقدرش سي ترو بو موا. الا خديتي شريكه الحياه ديالك اللي غادي تقاسم معاها واللي غادي تجلسوا اونصومبل وتضحكوا وتعاونوا وتزيدوا القدام بجوج راه الحياه غادي تمشي وغادي تسري. غادي نطلب من الإخوان والأخوات الآن طبيعة الحال كنشوف أنه هناك كثير من المكالمات. غادي نرجع أستاذة رحاب بعد الفاصل تركزي لنا على كيفاش نسيروا هاد السوايع 16 ساعة ديالنا كيفاش خصنا وكيفاش نديروا هاد المجالات في الحياة كيفاش نوزنوهم. حاضر. كنعتذر لكل المستمعين والمستمعات مكالمات كثيرة بزاف ولكن احنا بغينا باش نستافدوا اكثر وبقي عند خصني نتصل بسي الاخ الكريم رئيس الجمعية مارش سمية ديالو. اذا نحاولوا اننا نربحوا الوقت اللي بقي باش نخرجوا بنتيجة لان اللي اهم عندنا هو اننا نخرجوا بنتيجة هذا الصباح. هذا هناك رسالة أخرى ولكن يعني كتصب في نفس سميتو أن الرجل كيطلب من المرأة كل شيء ولكن مني كتطلب منه المرأة ويقول لها أنا ما فيه ما يدير. خصني غير ندير واحد تعقيب صغير. لو ديبا ديالنا اوجوردي ماشي ديال الراجل هي جات في سياق الهضره لان هضرت عليها السيده. انا اللي كيهمني اليوم فوالا هو كل واحد انت ولا انت عندكم واحد القدر ديال الساعات في النهار كيفاش تسيروهم وهذا الشيء هذا كامل علاش باش تعيشوا هانيين سي تو. هذا هو الموضوع ديالنا. اما لو ديبا ديال الرجل والمراه وداكشي جايين الحلقات وان ديبا اللي ما كيساليش يعني نقدروا نهضروا فيه حتى الغدا في الصباح وبيان سور كاينين الرجال وخصنا نهضروا فيه وكاينين الرجال اللي ليزي يعني مضرورين وكاينين عيالات اللي مضرورات كل شيء كاين. انا ما كنقولش المراه مضروره ولا الراجل كيدير لا لا انا اللي كيهمني وكنقولها وكنعاودها انا بالنسبه لي راجل ومراه فحال فحال لو بلوز امبورطون هو اننا كيفاش نتعايشوا لان احنا كنعيشوا في سوسيتي كنعيشوا مع الزوج ديالنا والزوجه ديالنا كيفاش نتعايشوا كيفاش نقسموا الوقت ديالنا وكيفاش نكونوا عايشين في توازن. هذا هو لو بلوز امبورطون جوردي. نعم. اذا هاد 16 ساعه الان خدينا الحاله الاولى وعليها غادي نبنيو كامل الحاله الاولى ديال الاخت الكريمه اللي هي اللي عليها في الحقيقة الموضوع غادي في هاد السياق. هذا هو هاد 16 ساعة ديالنا بين وبين الزوجة كيفاش غادي نسيروها كيفاش غادي نسيروا الحياة ديالنا اليومية نقسموا هاد السويعات بلا عذاب بلا صداع بلا حرق الراس بلا كما ذكرت تطلع هبط شي نجيب انت سير حك انت مشي دخل الدوش جيب هنا وكيوقع هذاك الستريس كيفاش نسيروا هاد 16 ساعه؟ الوغ علاش غنعاود لكم واحد القصه انا كتعجبني بزاف هاد القصه هادي. هي القصه ديال واحد الاستاذ جامعي كانوا هو راجل كبير وكانوا عطاوه غادي يمشي يدير واحد المحاضره في الجامعه دي شيف دونتربريز المسيرين شركات وكانوا عطاوه ساعه باش يشرح لهم التخطيط الفعال للوقت لا جيستيون افيكاس دو طون. يعني عطاوه ساعه باش يشرح لهم هذا الموضوع اللي هو مهم بزاف. دونك بقى كيفكر وكيقول كيفاش غادي ندير باش نشرح انا في ساعه هادشي هذا كامل. شنو قال غادي ندير معهم واحد التجربه والتجربة هي زوينة بزاف. شنو دار؟ هز واحد الفاز يعني مزهرية ديال الجاج هزها حطها فوق البيرو ومن بعد جاب 12 حجرة كبيرة يعني حجر كبير وبدأ كيحط في ذاك المزهرية بشوية 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 كيحط حتى عمرات المزهرية.
الوغ سول داك الناس اللي كيتابعوه قال لهم واش الفاز عامر؟ كلشي قال له وي الفاز عامر. دونك بدا كيضحك قال لهم اوكي داكو. من بعد مشى هز جاب الحص الحجر الصغاور بقى كيكبو في الفاز كيكوب. من بعد حرك شويه الفاز كيشوف بان الحص كيهبط في القاع وكيعمر الخواده. هو يشوف فيهم قال لهم واش الفاز عامر؟ دونك هذوك الناس بداو كيفهموا بان راه كاينه شي حاجه تما ماشي هذيك. قالوا له يمكن لا يمكن ما عامرش. ايفيكتيفمون هز الرمل بدا كيكوب حتى داك الرمل عمر كاع ثاني داك البليصات اللي باقيين خاويين وداك الشيء. من بعد عاوتاني سولهم قال لهم واش الفاز عامر؟ ديك الساعه كلشي قالوا لا باقي ما عامرش. ايفيكتيفمون هز الماء وكب الماء عمر الفاز حتى للفوق يعني عمر الفاز حتى وهو يسولهم شنو هي الحقيقه اللي خرجت لكم من هذه التجربه هذه؟ شنو فهمتوا من هذه التجربه؟ دونك واحد السيد زيدو فرحان براسو هذا قال له هذه التجربه كتبين لنا واخا الوقت ديالنا عامر يعني لاجندا مدكسه نقدروا مازال نديروا دي رونديفو نقدروا مازال نعمروه ونديروا حوايج اخرين. هذاك الاستاذ جميع قالوا لنا هذه ماشي هي الحقيقه اللي كتخرج من هذه التجربه. شنو هي الحقيقه اللي كتخرج من هذه التجربه؟ الحقيقه هي الا ما دخلناش الحجر الكبير اون بروميير هو الاول ما عمرنا ما غنقدروا ندخلوه داكوغ. الا كنا بدينا بالحص ولا بالرمل ولا بالماء الا جينا نخشيو داك الحجر الكبير ما غاديش يدخل اوني داكوغ. وهذاك الحجر الكبير شنو كيشكل لينا في حياتنا؟ باسكو هذه هي المفهوم ديال التجربه. هذاك الحجر الكبير كيشكل لينا كاع الحوايج اللي مهمه في حياتنا. شنو انت بالنسبه لك مهم في حياتك؟ شنو انا بالنسبه لي مهم في حياتي؟ بيتيت خلينا شي حوايج ماشي مهمين اللي ديالك نتايا وبيتيت فيس فيرسا. هاد الحوايج مهمين يكونوا الصحه العائله الاصدقاء لتحقيق الاحلام نديروا داكشي اللي كنبغيو تعلم ناخذوا الوقت لراسنا ندافعوا على شي قضيه. يعني خاصنا نشوفوا شنو هما الحوايج اللي مهمين في حياتنا ونحطوهم هما الاولى. شنو كنشوفوا بزاف ديال الناس شنو كيديروا؟ كيمشيو كيهتموا بالحص وكيهتموا بالرمل وكيهتموا بالماء وكيخليوا الحجر الكبير. سلام كي جاتك؟ سلام مش هدوخ يعني الحكم اللي كدوز ربما علينا وما كنعطيوهاش أهمية هي اللي كتقدر تكون كتغير واحد الشيء كتير في حياة الإنسان. أكيد يعني مثلا ملي كتشوف مثلا عندك ملي كتحط لي غرو شنو كيسميهم هذاك الحجر الكبير ملي كتحطو ملي كتقول مثلا انا خدمتي مهمه عائلتي مهمه صحتي مهمه دونك سي كلير بوغ توا ابري داكشي كامل اللي غادي يجي من بعد داك الحص وداك الرمل وداكشي ما غاديش يدي لك الوقت ما غاديش يسرق لك الوقت. هذا هو اللي ما كنديروش حنايا انه بحال قلت لك كنبقاو نهتموا بالتفاهات دابس مع هذا وهذا قال لي وهذاك فعل وهذاك هادشي هذا كامل كيسرق لنا الوقت وثق بيا عرفتي راه الوقت كنضيعوه في الخوار خافي. يعني ملي كتجي تشوف في النهار ديالك انا نتحدى اي واحد يجلس مع راسو ويدير فريمون لو بلانينغ دو لا جورني وشنو داروا هذا غادي يبان له بزاف ديال الحوايج شنو فين مشى له الوقت وفين كان يقدر داك الوقت يشغلوا شي حوايج اللي غادي تنفعوا هو وغادي تنفع بوتيتغ الاسره ديالو وغادي تنفع الوغ كو هو مشى خدمهم في حوايج اخرين اللي ما نافعينوش. إذن باش يكون واحد الرضا بين الزوج والزوجة وتقاسم هذا الوقت هذا في الوليدات وفي العمل وكيفاش نفيقوا الصباح ضحكين ناشطين بلا صداع بلا غوت وكل شيء فرحان ونخرجوا كما كنشوفوا في الأفلام كنديروا قبلة الوليد هنا وقبلة البنيته هنا وكنوصلوا من المدرسة وهم فرحانين ضحكين ناشطين وكل شيء نشط في الدار. كيفاش غنسيروا هاد السويعات ديالنا بلا هاد الهم بلا هاد المشاكل؟ خصني نسيت واحد الحاجه ما نقولهاش هو ان حنايا في الكوتشين كنخدموا بواحد الاداه انوتي اللي كيتسمى لا غو دو لا في.
هاد لوتي اللي عجلة الحياة. هاد لوتي هذا هو اللي داخل فيه، يعني كنشدو قرص وكنقسموه، كنقولوا للناس اللي كنكوتشيوهم دير ليا لو بورسونتاج ديال كل مجال في حياتك شحال كياخذ لك. وغالبية الوقت كتلقى بان داك المجالات ماشي متوازنه، لان مثلا كتلقى واحد الراجل اللي كيخدم بحال اللي قلت قبيلتي، كيخرج من الدار من 8 للصباح ولا هذا، وكيدخل حتى ل6 وكيدخل فاتيكي صافي، ما خصو يهضر مع حتى شي واحد. هذا شنو غادي يدير؟ غادي يدير لك في مجال العمل 80% بوتيتغ، وشنو داك المجالات اللي بقاو 4 كاملين الله عندهم 20%. راه ماشي نورمال، يعني كاين عدم توازن، وهذاك عدم التوازن غادي يخلق له مشكل في الاخر. لان شنو سي سامبل، غيدخل فاتيغي ما عندوش هذا، لان خدام وستريس وما عارف شنو هذا، على اقل من هي حاجه يشعل، فوالا على اقل من هي حاجه يشعل. هذاك الرجل مثلا شنو يقدر يدير؟ يقدر منين يدخل الدار ويجي وليداتو باغ اكزومبل ولا مراتو ولا هذا، بابا هذا ما درتيش ولا هذا، يقول لهم شوفوا عطوني ربع ساعه ديال الراحه اولا نص ساعه ديال الراحه، غادي ندخل غادي نتكا غادي نرتاح واحد شويه، ومن بعد جو سوي ديسپونبل ليكم. دوك ساعه غادي نوض غيعاون مراتو، غادي يجلس وغادي يتعشاو اونصومبل ولا هذا وهذا. يعني كل شيء كيمشي بنظام، يعني كنجلسو ندير واحد النظام ديالنا. انا واحد الانسان اللي كنقول النظام هو سر النجاح. يمكن الناس ما يمكن الناس ما يكونوا شي وحدين اللي ما يوافقونيش الراي، ولكن انا بالنسبه لي الا نظمنا الوقت ديالنا من الصباح حتى العشيه وعرفناه فين كيمشي وما نضيعوش في التفاهات وفي الخوا الخاوي وداكشي، ونديروا الحاجه اللي كنديروها انا غادي نقولها شنو هما المسائل اللي خصنا نديرو باش نوازنوا هذه العجله ديال الحياه، غادي نمشيو مزيان وغادي نمشيو مرتاحين. هذا ما كيعنيش اننا ما غيكونوش عندنا مشاكل، لان المشاكل دائما عندنا، المشاكل عمرنا ما غيخطاونا لا بون نوفيل. المشاكل عمرو ما يخطاو، غير شنو الا كنا اورغانيزي في حياتنا وكنسيروا الوقت ديالنا وكنعرفوا كل حاجه كل وقتنا فين غادي وداكشي، وكنعطيو لي بريوريتي المسائل اللي مهمه في حياتنا، غادي نمشيو مزيانين وغادي نمشيو مرتاحين. اذا خصنا واحد المخطط، خصنا واحد استعمال الزمن يكون معلق عندنا في الدار. اكيد اكيد حنا ما كنديروش هذا استعمال الزمن، حنا ما كيدورش عندنا نهائيا. اكيد انا دائما كنقول ما عرفوش الناس كيديروهم، مثلا خاص يكون عندنا اجندا داكو، ضروري الاجندا باش نسجلوا المواعيد ديالنا، باش ديجا هادو المواعيد. ابخي الاجندا كاين لا ليست ديال داكشي اللي غادي ندير. مثلا انا ملي كنفيق الصباح، وهادي هادي بروفي، يعني ملي كتعطي 10 دقائق من وقتك باش دير واحد لورغانيزاسيون ديال لا جورني ديالك، كتربح ساعه كتربح ساعه في النهار. دونك انا قبل ما الناس مثلا ناخذ 10 دقائق، ولا في الصباح ملي نوض فكرين بكرين ناخذ 10 دقائق ونشوف راسي كاع المسائل اللي خصني ندير، توت لي شوز اللي خصني ندير. كنبداو من الحاجات اللي امبورطونت و اورجونت، مثلا عندي شي فاكتوره خصني نخلصها وخصني سي اورجون، هذه غنبدا بها. من بعد كندوزو المسائل مهمه ولكن ماشي اورجونت، ماشي مستعجله. دونك الاول مسائل مستعجله ومهمه، الثاني مسائل مهمه ولكن ماشي مستعجله، والثالث مسائل لا مهمه ولا مستعجله. علاش ديك الساعه؟ لان المسائل اللي لا مهمه ولا مستعجله نقدروا ندوزوها نهار اخر الا ما قدرناش نديروها في ديك النهار. وهذا نتايا لا جورني ديالك كدوز 8 9 10 درتي المسائل ديالك كتضرب على داك الشيء، وهذا كيحفز يعني حتى في الثقه في النفس. يعني شوف راه كيلعب واحد الدور كبير حتى على النفسيه ديال الانسان وحتى على النفسيه ديال الوليدات، حتى هما كيوليو كيتعلموا كيفاش يسيروا الوقت ديالهم، وكتعلمهم لان الوقت راه الوقت سي اون ريسورس كي تري امبورطون. حنا ما كنعطيوش الاهميه بزاف للوقت، كما ان ياك محتاجين الشمس ومحتاجين الهواء باش نتنفسوا، هذا الوقت سي اكزاكتومون لا ميم شوز. الا ما احترمتيش ما غيحترمكش، غادي تنوض واحد النهار الوقت كالسيف. وي بيان سور، غادي تنوض واحد النهار في 50 60 عام تقول شنو درت انا في حياتي. الوغ كو الا نظمت الوقت ديالك من ديبار وعارف راسك فين غادي، وكتحط الاهداف ديالك والاحلام ديالك وداكشي، كتمشي مزيان، كتمشي وانت مرتاح في الدماغ ديالك. حاضر، غادي نرجعوا من بعد الفاصل. Une belle campagne à la radio. C'est pas si compliqué. Artisans, commerçants, sociétés, associations, communiquer à la radio, c'est choisir l'efficacité et la proximité à un coût défiant toute concurrence.
Pour votre prochaine campagne radio, appelez Arabelle FM au 0488 588 456 ou par email info@arabelle.fm. Un magasin de bricolage près de chez vous ? Brico City Météo. Plus de 10 000 articles pour vous aider. Brico City Météo. Peinture, électricité, outillage, quincaillerie, sanitaire, droguerie, jardin, tout ce dont vous avez besoin s'y trouve. Bricolage, déco, ménage, conseils personnalisés et de nombreux services dont un parking clientèle. Ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés de 9h à 13h. Boulevard Metteuil 44 à Molenbeek. Vous êtes professionnel en alimentation ? Épicerie, boucherie ou restaurateur ? Mia Trading, votre plus grand grossiste alimentaire, vous ouvre ses portes du lundi au samedi dans ses locaux situés à Mabru, Hall B, quai des usines 22-23, porte B4 à 1000 Bruxelles. Un immense parking à votre disposition. Téléphone 02 240 10 80. Stock de marque lançant nouveau concept. Vente de produits cosmétiques, art et déco et des produits d'alimentation à des prix de moins 40 à moins 80% du prix d'origine. Sans oublier l'arrivage de notre nouvelle collection vêtements, chaussures et accessoires pour femmes, hommes, enfants. Stock de marque, chaussée de Ninov 250 à Molenbeek et rue Sylvain Denayeur, numéro 72 à 1070 Anderlecht. Stock de marque, habille toute la famille et décore la maison avec les plus grandes marques. Arabelle FM. نتمنى يبقى لنا وقت باش ناخذوا بعض المكالمات، خاصة الناس اللي وعدناهم أننا نتصلوا بهم ولا ما اتصلناش بهم يعبرونا، لأن الوقت كيمر كذلك بسرعة. أكيد أنهم كل شيء باغي يشارك في الحلقة، وكاين كذلك اللي عنده مشاكل أكثر وأكثر، لكن إحنا كنحاولوا أنه نعطيه من خلال ما كتعطينا الأستاذة رحاب بعض الحلول اللي يمكن الإنسان يتبعها في الحياة ديالو. هاد عجلة الحياة كيفاش خصها تدور؟ هاد عجلة الحياة كيفاش خصها تدور؟ بحال اللي كنقول دائما هنايا ملي كنعطي توجيهات، ما عرفتش واش غنسميهم نصائح ولا، انا كنقول داكشي اللي نقدروا نديروه هو يريحنا وصافي، اما عمري ما كنقول للواحد خصو يديروا هذا. وهادشي كيبقى بصفه عامه، لان علاش؟ لان كل واحد والعيش ديالو، كل واحد لونفيرمون. واش كاين شي واحد فينا والله اعلم، يمكن كاين، ربما كاين، انه ما باغيش يعيش بخير مع راسو، مرتاح مع راسو، زويون في الدار ديالو، عايش. كاين مشاكل كما قلتي ديك الصغيره كدوز، ولكن يكون غالبا عايشين في جو جميل في الدار. يمكن كل شيء باغي يعيش في هذاك الجو اللي كتهضر عليه، ولكن خاصنا نفهموا واحد الحاجه اللي هي مهمه. الاغلبيه ديال الوقت دائما كنقولوا انا عندي الحق والاخر ما عندوش الحق، ومن هنا كيبدا المشاكل. انانيه فوالا، ملي كتقول بان انا عندي الحق والاخر ما عندوش الحق، شنو كدير؟ صافي دير اوتوماتيكمون كتكونداني هذاك الجو هذاك وهذيك العلاقه، وكيما بغات تكون مع اولادك ولا مع مراتك ولا مع الناس ولا مع راجلك ولا مع ارباب العمل، مع من ما كان. ملي كتمشي دو برينسيپ انت عندك الحق وانت اللي كتفهم داكشي، راه اوتوماتيكمون كتسد ديك العلاقه. دونك الا كاملين بينا نقدروا نعيشوا مزيانين، ولكن الا جلسنا مع راسنا اونكور اون فوا ونقولوا شنو كندير صح وشنو كندير خطا، الا داكشي كندير صح مزيان، داكشي كندير خطا نقدر نبينو داكشي. دونك انا هاد لي كونسي اللي كنعطي، اللي قلت لك ولا التوجيهات ولا هذا، بصفه عامه ابري كل واحد غادي يشدهم وغادي يشوف اون فونكسيون ديال الحياه ديالو كيفاش كيعيش، اون فونكسيون ديال مثلا غنقدروا نعطيو نصائح اللي ما غاديش يفيدوا بوتيتغ الناس اللي ما عندهمش الدراري بوتيتغ باغ اكزومبل. دونك غادي تشوف اون فونكسيون ديال نتايا وكيفاش كتعيش والحاله الشخصيه ديالك. دونك هاد خمسه ديال المجالات، هاد لا رو ديال عجله الحياه اللي قلنا فيها المجال العملي، المجال الشخصي، المجال الزوجي، المجال العائلي والمجال الاجتماعي، نقدروا نوزنوها. D'accord. وكيفاش؟ La première des choses, خصنا نجلسوا مع راسنا. دونك انا كنجانفيت تو لي جون اللي كيسمعونا انهم يجلسوا مع راسهم ويديروا هذاك القرص
اللي كنهضروا عليه ويشدوا هاد المجالات هادو كاملين ويجلسوا يكونوا واضحين مع راسهم بلا ما يكذبوا على راسك لا انا كندير هكا انا ولادي مثلا ما كنعطيهمش الوقت راه ما كنعطيهمش الوقت غادي ندير لو بورسونتاج صغير انا راجلي ولا مراتي ما كنعطيهاش الوقت ما كنعطيهاش الوقت غندير واحد لو بورسونتاج صغير نكون صريح يعني. نكون صريح لان هادي بينك وبين راسك ما حتى شي واحد ما غادي يقول لك لا علاش ولا كيفاش ولا هذا غير غادي يخول لك ولا غادي يبين لك فين غادي وكيفاش غادي دونك نجلس لا بروميير دي شوز نجلسوا نديروا هاد عجله الحياه المجال العملي ديالي شحال كياخذ لي لي فام مثلا اللي كيخدموا في الدار انا كنقولها لكم وكنعاودكم هذا داخل في المجال العملي ماشي تقولي لا راه جالسه في الدار ما جالسه في الدار ما عندها حتى شي معنى يمكن نكونوا جالسين في الدار وديكسبيريونس كتكون جالس في الدار تخدم نهار كامل راه يمكن تكون خدام في الدار نهار كامل اكثر من اللي كتكون خدام على برا دونك المراه اللي كتكون جالسه في الدار تقول لك انا ما جالساش في الدار راه خدامه راه دونك خصها انتغري هذا في لاغو ديال في عجله الحياه ديالها. الحاجه الثانيه الا كنتي كتشوفي بان عندك خلل في هذه المجالات في واحد من المجالات وبيان سور غادي نلقاو بان عندنا خلل في واحد المجالات خصنا نهضروا على هذا الشيء هذا ضروري ومؤكد. علاش؟ لان الهضره كتمكن لينا اننا ديك الحده ديال الشيء مثلا السيده اللي عيطات توتالوغ كتقول فوالا راجلها ما تعاونهاش وهذا وهي العمل مثلا انا غادي نقدر ناخذ المجال العملي ديالها واخذ لها وقت كبير بزاف تال بوين كو ما بقاش عندها الوقت لراجلها ما بقاش عندها الوقت بوتيتغ لعائلتها وداكشي خاصها تهضر على هذا الشيء هذا لان الا هضرت عليه غادي يخول لها انه الحده ديال هذا الشيء هذا ينقص. وبيان سور ملي كنقول تهضر مع شي واحد ماشي مع اي واحد وماشي يعني تهضر سوا افيك اون بيرسون دو كونفيونس المهم في الامر هو ان ملي تمشي تهضر مع شي واحد ما يجوجيكش ما يحكمش عليك او يبقى يعطيك في النصائح خصك خصك دير انا واحد انت فوالا اكزاكتومون حنايا حتى شي نهار خصنا نديرو ايميسيون على فن السمع يعني كاين فن السمع نكتبوها دابا نتحلي باش نعقلوا عليها على فن ودخلت هي في اطار المواضيع اللي كنوجد فوالا يعني كاينين بزاف د المرات الناس كيجيو يعاودوا لنا المشاكل ديالهم ولا هذا حنايا شنو كنديروا اوتوماتيكمون كنبداو نعطيو في النصائح ولا وعلاش درتي هكا كل سيري ديري ولا سيري الاحكام المسبقه احكام المسبقه منين يجي شي واحد يسمع لك اسمع له بلا بلا ما دونك هاد السيده هادي ولا هاد السيد خصو يهضر على هذا يقدر يمشي عند بروفيسيونيل اللي غادي يعاونو يقدر يمشي عند تكون شي صديق ديالو ولا صديقه اللي كيعرفوه بزاف وهذا المهم شي واحد اللي ما يحكمش عليه ويسمع له. الحاجه الثالثه وهذه مهمه بزاف انا بالنسبه لي نديروا الحاجات اللي كنبغيو بزاف الناس كتشوفهم كينوضوا في الصباح وما مضارمين من هذه الحياه حتى حاجه ما كتعجبهم لا الخدمه اللي تيديروا ولا الحياه الزوجيه اللي عايشاها واللي عايشينها ولا التربيه اللي عاطين الاولاد ولا يعني بزاف الحاجات ما عاجبينهمش وهما غاديين مزايدين ها هو الترن غادي وهذا ومنين تقول لهم لا وكيفاش وهذا يقول لك واه كلشي عاش هكا ما نحن غنخرجوا من الجماعه لا نقدروا نخرجوا من الجماعه ونقدروا نديروا داكشي اللي هما دايوغ كيقول لك ملي كتولي مثلا تخدم الخدمه اللي كيتوفي بليزير ما كتوليش كتحس براسك غادي تخدم كتولي حاس براسك عندك tu es en vacances لان كدير ديك الخدمه وانت يا avec passion فرحان غادي ماشي انت يا نايض في الصباح وانت يا لا بول انا كنعرف بزاف الناس غادي الخدمه في الصباح وما غادي avec la boule de stress ديجا قبل ما يخرج من الدار وهاديك الخدمه عاوتاني ما عرفش شنو غنلقى ما عرفش شنو يديروا ما عرفش شنو يقولوا ما علاش لك نديروا الحوايج يا ديجا خارج معصب بعدا ديجا خارج معصب بزاف الناس غايقول لي ولكن ما عندناش كيفاش نديروا نقول لهم هذيك ولكن هذا لو بروبر دو لومان اللي هضرتي معاه وتقول له شي حاجه يقول لك ولكن هاد ولكن شنو كديرنا كتبلوكينا ونعاود نرجع للهضره اللي قلت قبلتي الحياه هي اختيارات ماشي ولكن الحياه شنو انت الحياه اللي كتعيشها انت ولا اللي كتعيشها نتايا راه عندك اختيار فيها وحتى ولا ما درتي والو راه انت كتختار بانك ما دير والو ما خصكش انك تحط اللومه على واحد اخر دونك نديروا الحاجات اللي كيعجبونا بزاف ديال لي فام مثلا يقول لك انا كيعجبني نمشي لابيسين سير لابيسين انا بزاف ديال الرجال يقول لك انا مثلا كيعجبني نمشي ندير شي سبور ولا هذا سير دير سبور شكون اللي منعك ماشي تقول لا المسؤوليات يفو هذاك المجال الشخصي خصنا نديروه ونركزوا عليه. الحاجه الرابعه نعيشوا اللحظه
شحال واحد كيعيش اللحظه سي جاتر. هذا هو المشكل، يعني احنا باش نعيشوا هذيك اللحظه، انت كتعيش هذيك اللحظه وانت هي كتفكر في غدا شنو غادي يوقع والبارح شنو طرا الوغ ملي كتعيش ديك اللحظه. هنايا كيفكرني في واحد لاسين وقعت ليا بيرسونيلمون. كنت هادي في الاول حتى انا ما كنتش كنعيش اللحظه، ما كنتش عارفه كاع شنو هي عيش اللحظه، ولكن مع لا فورماسيون اللي درت وداكشي كينبهونا لهادشي هذا كامل، وكانوا عطاونا ان اكزرسيس شي حاجه تبين لنا شنو هي اللحظه. وكنت مشيت جالسه في واحد القهوه وجالسه كنقرا متالفه مع داك القرايه ديالي، كنشرب القهوه ديالي ترونكيل وداكشي. وواحد الساعه كنسمع واحد لو غيغ دان اونفون، الضحكه ديال وليد صغير. دونك في الاول كان بعيد وداكشي، ولكن من بعد رجعت ليسبري ديالي وبديت كنسمع. ايماجين كو انا فرحت، هذاك الولد ما عارفاش علاش كيضحك، ما عارف ما كنعرفو ما تشهر، كان جالس مع والدي هذا كيضحك مع والدي وكيموت بالضحك، واحد الضحك اللي انا دابا مازال انا بديت كنضحك حتى انا. صافي دير كوا، صافي دير كنعيش داك اللحظه. يعني شوف شي حوايج اللي هما بعض المرات ما كنردهمش نردوش ليهم البال، ويقدروا يدخلوا علينا واحد الفرحه وواحد يعني واحد شي حاجات اللي زوينين في القلب ديالنا. دونك ملي تكون جالس مع صحابك كتفلا ولا كضحك ولا تكوني جالسه كضحكي ولا هذا، عيشوا اللحظه، ما تبقاوش تفكروا في مشاكل وهذاك وقع وغادي يوقع غدا وبعد غدا. ملي تكون كتشرب كاس د الماء، ركز راسك على الكاس د الماء اللي كتشرب. يعني هادشي هذا كامل سي تري امبورطون. الحاجه الاخرى هي الاختيارات اللي غنختاروا في حياتنا، ضروري ما نختاروها اللي تخلي النهار ديالنا في توازن. شنو معنيتها؟ حنايا نرجعوا ثاني داك لاليست ديال توتالوغ. انا مثلا ملي كنحدد شنو غادي ندير في النهار ديالي، كاين العمل بيان سور داكوغ، كاين الولاد نقابلوهم داكشي، كاين لو كوبل، كاين اوسي راسي. ضروري ناخد واخا غير ربع ساعه ناخدها لراسي، ماشي بزاف ربع ساعه، ياك ربع ساعه نص ساعه نقدروا ناخدوها. اكيد احنا عندنا 16 ساعه، احنا عندنا ديك ربع ساعه نص ساعه ثقوا بيا اننا نقدروا نضيعوها في الخوا الخاوي. انا ناخذ هذيك ربع ساعه ولا نص ساعه لراسي، ندير فيها شي حاجه اللي كتعجبني انا، نمشي للبارك نتمشى، ولا ندخل البيت نسد عليا نشوف السقف، ولا نسمع الموسيقى، ولا المهم ندير شي حاجه اللي خاصه بيا وغتريحني فوالا. اي اون فيت ملي كتفرق النهار ديالك بتوازن، ملي كتوصل في الليل ما كتحسش براسك بانك صافي راه الطاقه ديالك مشات ونهار ديالك مشى عاوتاني نهار هذا لا غد لي شنو غادي دير، ايوا عاوتاني نهار اخر، ايوا عاوتاني جري، ايوا لا، باسكو كتعرف بان في النهار ديالك كاينين شي حوايج اللي غادي يمكنوك تعمر داك لو بوي ديالك، داك البير ديالك. اذا عرفت كيفاش ننظم هاد المسائل هادي وهاد العجله هادي، يعني غادي نعرف كيفاش النهار اليوم غيدوز بهاد الشكل، الغدا غادي يدوز بهاد الشكل، ما غيوقعش عندي داك الملل. لا، والحياه خصنا نعرفوا الحياه هي نتيجه الاختيارات ديالي. هاد الناس هاد الهضره بتوت ما غاديش نستوعبوها دابا، ولكن راه بالطبع راه انا بحال اللي قلت لكم قبيلتي، حتى من نهار مثلا الا شي واحد غوت عليا باغ اكزومبل وانا ما جاوبتش، بزاف الناس كيقول لي انا ما كنعرفش، انا راه اختاريت انني ما نجاوبش، يعني راه سكت، ما تجيش من بعد تقول لي علاش دار ليا وفعل ليا، راه انت اختاريتي واحد الموقف. دونك خاصك خاصك اسومي فوالا، ما عرفتش شنو كيقول، اسومي داك الموقف ديالك. دونك الحياه ديالنا كامله نتيجه الاختيارات ديالنا. الا عايشين في دوامات وما باغينش داكشي اللي كتعيشوه اليوم وكتعيشوه غدا وكتعيشوه بعد غدا، خاصكم تقولوا خاصنا نخرجوا من هادشي كيفاش. دونك عندي جوج اسئله بقوا نمشيو للفاصل، لان مع الاسف كنعتذر لكل المستمعين مره اخرى، اعتذر من كل قلبي لكل المستمعين والمستمعات إلا ما خديتش كثير من المكالمات، لأن بغينا نستفدوا أكثر من الأستاذ رحاب أكثر ما نسمعوا. على كل يعني هناك مجموعة من الرسائل، من بينها سؤال مهم، يعني سيدة تطلب منك أستاذ رحاب، هاد الرجال اللي ما كيبغيوش يفهموا النساء ديالهم وأن عليهم ضغط كبير وما كيراعيش ليها، انها بعض المرات كتكون المراه حامله وعندها ولاد صغار، جرى كروسه وخصها تمشي في الطرام وتوصل للمدرسه وهي حامله وترجع
خصها توجد له ما ياكل ويجي هو ياكل وينعس ويفيق ويعاود يمشي للخدمه وعاود. قلت لك لو انه الرجل هو اللي كيحمل هو اللي كيدير هاد الحالات هادو، كيفاش غادي يكون ردة الفعل على المرأة اللي غادي تدير راسها هي الرجل وهو هو المرأة؟ الرجل اللي حمل غيموت. هذه واحدة بعد. هو كيضرب يده بشويه ولا كيضرب جرواها غادي نموت. احنا بوحاطي الرجل بوحاطي. انا بقى عقلة والله العظيم هاد لا ريفليكسيون درتها نهار اللي ولدت البنات. وديك الحريق ما نقولكش، راه ديك الحريق اللي الدموع ما كتغوتش، الدموع كيهبطوا مسرسبين وداك الشيء. وكان وقلت مع راسي قلت هاد الحريق هذا الا عرفوا الراجل الحده ديالو داك الشيء كيفاش غايعيش، ما يقدرش يعيش. بالتالي احنا كنتسائلوا هذا سؤال يعني مشروع، اننا كنقولوا ان الانسان ملي كيتزوج وكيكون عنده واحد المراه في الدار، شنو هي هذيك المراه؟ شنو بالنسبه لك، شنو كتمثل لك هذيك المراه؟ وانت كتشوفها انها كتحمل وكتتوجع وخاصها 9 شهور وهي حامله وتولد لك الاولاد، انت تعرف غير تلعب معاهم وتضحك حيت هي تولد. ومنين تولد تسهر الليل، لان بزاف الاغلبيه اللي فام اللي كيسهروا في الليل ملي كيكونوا الدراري مالاد. ومنين انا قلتها لك قبيلتي وغنعاود ناكد عليها، من باب الانسانيه خليه ومراتي وما مر... من باب الإنسانية كتشوف واحد الإنسانة اللي مأدبة ومكرفصة في الحياة ديالها. دي مشوف فاصل ونرجع. مشوف فاصل ونرجع. شوف الدنيا هكذا دايزاق، بنادم كيف الميزان طال عمر راهب. الدنيا هكذا دايزا مره طالعه مره هابطه. وسؤال اخر استاذه رحاب، رجلي عنده الخدمه ديالو من 5 العشيه للعشرة ديال الليل، كيرجع بسلامته كيبقى سهران حدا البيسي حتى يقولها لرسو يمشي ينعس. الصباح ما يفيق معايا، ما يفيق معايا ولاد، ما خش لي صدعو، انا خصني نوصل الولاد، انا نمشي نخلص الفاكتورات، انا نوجد له الغدا، وخص الغدا يكون في الوقت. كيفاش بغيتي يكون عندي نظام ديال الحياه او هاد العجله اللي تكلمتي عليها، وانا اللي هز الحمل بوحدي؟ الرجل عنده من 5 ل10 ديال الليل الخدمه، من بعد حتى واحد ما يهضر معاه. يا سلام. شنو بغاتني نقول لهاد السيده؟ تنتظر جواب يا استاذ، تنتظر جواب. يعني وما غنرجع غنرجع ونقولها عاوتاني، سي اون كيسيون دو شوا. اذا كنتي تشوف انت راسك مع هاد السيد هذا، فين غادي تمشيو؟ كيفاش غادي تمشيو؟ داكشي تقدر تحسب راسها بان راه بوحديتها وصافي، غادي تنوض وغادي دير المسائل ديالك كوم كوا بان بوحديتها، ما تهولش عليه نهائيا بانه كاين. صعيب سي تري ديفيسيل، لان كتقول علاش انا مجوج وعلاش انا. دونك هي خاصها تجلس مع راسها وتشوف راسها شنو كيريحها اونكور اون فوا. يعني إذا كتشوف بأن هادشي هذا راه أنجست بوغيل، خصها تشوف شنو اللي غادي يريحها. إذا كانت تقدر تساير بحال هو ما كاينش وهي ولكن أنا كنتسائل كذلك غير باش لأن غادي نختموا، بقات عندنا 3 دقائق وخصنا بسرعة نختموا فيها غير بسرعة. أنا كنتسائل كذلك أن هاد السيدات هما كيصبروا واحد السنوات على هادشي هذا، وغير حتى كيسمعوا شي برنامج عاد كيتكلموا وتقول لك وانا يعني كتبغي تفرغ. ايه فهمنا، ولكن ماشي بالضروره برنامج، هذه راه سي نورمال. ملي كتشوف شي حوايج عام على عام على عام على عام، راه كيكون لو كومول. كي انا بزاف الناس كنلقاو هذا، ملي كتجي تهضر معاهم راه ما كيهضروش لك على اليوم، كيهضروا لك على 10 سنين و15 عام قبل. داكور، دونك هي فحال اللي قلت قبالتي ديجا شنو علمتي ذاك الراجل؟ تنتيا راه حتى لا فام عندها اون بار دو ريسبونسابيلتي في هادشي هذا. دونك خاصنا نفهموا واحد الحاجه، الاخر باش نبدلوه راه ما غيتبدلش. دونك خاصنا نشوفوا بداكشي اللي عندنا
نقدروا نهضروا معاه، نقدروا نتناقشوا، نقدروا بالحق باش يتفاهم. اذا كان كيتفاهم باش بالحق باش تجي تامبوزي لنا، ما استدري حب ما بقاش الوقت. فقط غادي غير نشيروا بان الحلقه غادي تعاود في 12 ديال الليل، اللي بغى يتبعها اللي ما تبعهاش من الاول كنعتذروا لكم المستمعين والمستمعات. سينو فو بوفي اونفوي اون ميساج فريحه بكوتش اغابيل اي دونك انا نورمالمون كنجاوب وكنعيطوا لنا. اذا اللي بغى يتواصل معك ريحاب كوتش اغابيل او يبعث اس ام اس 0488 106 800. واستاذ ريحاب اكيد غادي تجاوبكم على كل الاسئله ديالكم. وكذلك ما نساوش انه اي واحد عنده مشكل، اي وحده عندها مشكل ما قدتش باش تكلم هنايا معنا مباشره، يمكن لها اننا نزوروها ونشوفوها ولا نشوفوه نزوروها ولا نشوفوها. بيان سور اي واحد عنده ما قادرش يهضر ولا باغي يشوفنا ولا حنايا حالين هذا الباب هذا اللي نعرضوا راسنا عندكم اكيد ونجيو نهضروا معاكم. شوف ما غاديش نحلوا المشاكل كاملين بيان سور، ولكن او موان غير تهضروا ما تبقاوش في لو كوان ديالكم وصافي. استاذ ريحاب شكرا بزاف ليك. شكرا ليكم على الاستماع، شكرا ليكم على الرسائل ديالكم وعلى التعيات ديالكم وداكشي. وكنتمنى انكم تكونوا مزيانين وتلقاو لا سيرينيتي في حياتكم. اذا مستمعينا الكرام شكرا لكم جميعا، وطبعا اكيد الا كان اي سؤال يمكن لكم تبعثوا لنا عبر الاس ام اس 0488 106 800 او عبر كوتش ريحاب ريحاب كوتش سلاش اغابيل. تبقوا على خير بعد قليل موجز اخباري ثم مباشره شمس اغابيل والاعاده للحلقه ان شاء الله منتصف الليل. تبقوا على خير، القاكم غدا باذن الله. الى اللقاء، على السلامه.